الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الأحباب بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، يقول الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من تائه قد هدوا، فما أعظم أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم. وأخرج الإمام الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الصغير ويربو فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا غير منها شيء قالوا قد تركت سنة؟ قيل: يا أبا عبد الرحمن، متى يكون ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، وفي رواية: وذهب علماؤكم. وهذا الأثر صححه شيخنا الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. أيها الأحباب، بين هذين الأثرين نقف لنعلم دور العلم ودوره في حياتنا وفي رحلتنا إلى الله. وبين هذين الأثرين أقف الآن موقفا، أسأل الله جل في علاه أن يثبتني وأن يعينني، فأنا أقف بين رمزين من رموز هذا العلم: رموز الدعوة إلى الله، رموز العمل كما أمرنا ربنا جل في علاه وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أنا بين صاحب المقام، صاحب الضيافة، فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ابن عبد المقصود حفظه الله تعالى ونفع الله به المؤمنين والمسلمين والأمة جمعاء، أمين. وبين رمز الدعوة الذي لا أجد ما يناسب التعريف به، ولكن يكفي أن يقال إنه الشيخ محمد ابن حسان حفظه الله تعالى. الله يبارك فيكم، حياكم الله وبارك الله فيكم. ألم أقل أنني بين أمرين عظيمين وشأنين جليلين؟ أسأل الله أن يعينني وأن ينفعني وإياكم بهذا اللقاء. أيها الأحباب، نعيش حالا ونعيش زمانا ونعيش تغييرا ونورا أطفى الله عز وجل به على هذه الدنيا وعلى هذه الأمة، فرفع عنا الظلم والغم لينظر ماذا نحن عاملون، لينظر أين نحن متجهون سبحانه جل في علاه. هذه النعمة
تتطلب الشكر، وهذه النعمة تخرج حقائق الأمور. فإن كنا من أهل الصدق سارعنا إلى العمل بما يرضي الله جل في علاه. حتى ننتهز وننتفع بهذا اللقاء، أبدأ فأقول أن الأسئلة الآن كثرت وتنوعت وترددت بين عبارات مختلفة حول السلفية ومعنى السلفية ومفهوم السلفية وما الفارق بين الفصائل التي تعمل تحت مظلة السلفية بأسماء قد تتعدد، وبين الفرق، هل هناك فارق بين هذه الفصائل وبين ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حول الفرق؟ إذا تكلمنا عن التأصيل فلا بد أن نسمع إلى شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن. أنا صاحب المجلس فأقدم الشيخ محمد. أنا هقدم الشيخ محمد حتى نتعلم درسا من الأدب. تفضل يا شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأشهد الله أنني سعيد لسببين. الأول أنني في ضيافة شيخنا الحبيب إلى قلبي أبي عبد الرحمن الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع الأمة ببقائه وعطائه وعلمه، وأن يزيده إخلاصا وتوفيقا وتجردا، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. ثم أنا في ضيافة أخي وحبيبي الدكتور محمد عبد السلام الذي أيضا لا أجد من الكلمات ما يعني أقدمه بها. والسبب الثاني أنني في قناة الناس، وهي القناة الأم، ولا زلت أحمل لهذه القناة في قلبي من الحب ما الله به عليم، بل وأشهد الله أدعو الله عز وجل لها بمزيد من التوفيق والسداد. وأنا سعيد جدا بأن أكون موجودا بينهم، فهم أبنائي وإخواني. ثم ليس من الأدب أن أتقدم على أبي عبد الرحمن فأنا أقدم شيخنا المبارك هذا هو درس فضيلة الأدب. الدكتور محمد عبد المقصود ليؤصل، وأنا إن شاء الله ألتقط بعده ما يسر الله عز وجل. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. تفضل. ما هو السؤال؟ معنى السلفية ومفهوم السلفية، لأنه ترددت أسئلة كثيرة. أنا كنت في لقاء مع يعني لقاء مفتوح مع إخوة في مسجد وتحاورنا، فكان من جل الأسئلة التي طرحت يعني إيه سلفية، والناس مش عارفة يعني إيه سلفية، وإيه الفصائل، يعني هل دي من السلفية ولا مش السلفية، والفرق بين هذه الفصائل التي تعمل تحت مظلة السلفية والفرق. يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالسلفية منهج وليس جماعة، وهذا المنهج يمكن أن نعرفه باختصار بأنه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وما أظن أن يخالفني في هذا أحد من الناس، بل أنا أعتقد أن جميع المسلمين سلفيون. أساسا الكتاب كتاب ربنا عز وجل دل على حجية السنة. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالمخرج من الضلال الكتاب والحكمة. أمران، الكتاب ومعه الحكمة. والكتاب منزل من عند الله، وكذلك الحكمة منزلة من عند الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رضي الله عنه: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. طبعا هو الشافعي يعني يذكر كلام السلف، لكنه سيدلل على هذا. قال: وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: فالذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم. فآيات الله هي القرآن، والحكمة هي كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن،
وهي التي سماها سنة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فاحتج العلماء بمفهوم المخالفة، فإن تنازعتم في شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فدل بمفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب على أن ما لم يتنازع فيه المسلمون فإنهم لا يحتاجون فيه إلى الرد إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المفهوم تأيد بمنطوق قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإجماع إن كان إجماع المجتهدين فالمسائل التي اختلفوا فيها لا سبيل للمؤمن أن يتبع، أو لا وسيلة للمؤمن، أو لا قدرة له في على أن يتبع جميع المؤمنين إذا كانوا هم اختلفوا. نعم. كيف يتبع سبيلهم جميعا؟ لكن هو يكون مخالفا لسبيل جميع المؤمنين إن اتفقت كلمتهم في مسألة ما. فهذه الآية دليل على حجية الإجماع. يلحق بها مسألة بسيطة: إن أجمع العلماء على مسألة فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع بدليل هذه الآية العظيمة من سورة النساء. وإن اختلف العلماء في مسألة، لأن الإجماع هو إجماع المجتهدين، إن اختلف المجتهدون في مسألة على قولين مثلا لم يجوز إحداث قول ثالث إلا أن يكون مؤلفا من القولين. لأننا لو يعني مثلا لو بعض العلماء كعبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعبيدة السلماني من التابعين وأحمد بن حنبل وجمهور المحدثين ذهبوا إلى وجوب النقاب، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والطبري وابن حزم والقرطبي إلى أن النقاب مستحب. فإذا جاء من يقول النقاب بدعة أو النقاب عادة، لو افترضنا أن قوله صحيح يبقى معنى هذا أن الأمة في الماضي أخطأت جميعها الحق. الذي قال النقاب مستحب أخطأ الحق لأنه عادة أو بدعة، والذي قال واجب أخطأ الحق أيضا، وغاب الحق مدة من الزمان مع أن الحق المفروض ألا يغيب من الأرض أبدا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وده حديث في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. فلذلك نحن نقول في المسائل المجمع عليها لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، وفي المسائل المختلف فيها لا يجوز أن نحدث قولا جديدا. أما المسائل التي لم يتكلم فيها أهل العلم قديما وهي من مستجدات الأمور فنستطيع أن نجتهد فيها في ضوء الكتاب والسنة. نعم، هذه السلفية كما ما شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يعني الحقيقة أذكر تعليق ذكره فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود، حيث قال إن أنه كان يدعو للشيخ محمد حسان بأن يكون إماما للدعاء، وذكر أن من أنضج وأصوب وأهدأ الخطابات الدعوية المطروحة بفضل الله عز وجل هو الخطاب الدعوي من خلال الشيخ محمد حسان. فيعني نرجو بأحمد الله يبارك فيك مزيد تفصيل، وياريت التعرض للفارق بين المسميات زي الجمعية الشرعية أنصار السنة إخوان، وبين الفرق التي ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا التأصيل البديع كالعادة لأبي عبد الرحمن حفظه الله، أؤكد أيضا لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أن السلفية يا إخواني ليست حزبا وليست جماعة كما أصل الشيخ جزاه الله خيرا، ولكن السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم وتابعي التابعين والأئمة المهديين السائرين على طريقهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. هذه القرون الخيرية الأولى هي التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزكاها كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
وفي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أخرج الأثر ابن عبد البر وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ما الذي يعيبني إذا قلت، إذا أردت أن أفهم آية من كتاب الله جل وعلا أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أرجع إلى فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وسائر أصحاب الحبيب النبي؟ ما الذي يعيب علي في هذا، أو من يعيب علي في هذا؟ لا ينبغي أن يقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. من كان يقصد بهذا القول أنهم رجال بذلوا أرواحهم ودماءهم لدين الله جل وعلا، ويجب علينا أن نبذل نحن أرواحنا ودماءنا لدين الله جل وعلا، فهذا كلام على العين والرأس. أما أن يجعل رأسي أنا أو رأس غيري كرأس عبد الله بن مسعود الذي قال: ما من صورة من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، فهذا لا يليق أبدا. ثم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى، والأثر في مسند الإمام أحمد بسند الحسن، إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختصه برسالته ونبوته. صلى الله عليه وسلم. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هؤلاء هم سلفكم الصالح أيها المسلمون. لا تسمعوا لأحد ينتقص من قدر السلف، لا تسمعوا لأحد يقلل من شأن السلف، ولكن أرجو أن أبين وأن أفرق بين منهج السلف الصالح وبين المنتسبين إلى هذا المنهج. فأنا أقولها لله، وأرجو أن يوفقني شيخي، بأن أتباع هذا المنهج قد أساءوا إليه قديما وحديثا، إلا من رحم الله جل وعلا. أتطرق لهذه إن شاء الله. جزاك الله خيرا. فهذا المنهج الرباني النبوي أسيء إليه من كثير من أتباعه ومن المنتسبين إليه، ولذا فأنا أقول لإخواننا جميعا على اختلاف أطرافهم من العلمانيين والليبراليين والأقباط والمسلمين وأتباع الجماعات، أقول لهم: ليس من العدل أن تحاكموا منهجا ربانيا ونبويا يجب أن يلتزم به كل مسلم ومسلمة بهذه الضابط التي بينها شيخنا، لا ينبغي أن تحاكموا هذا المنهج لخطأ وقع فيه محمد حسن أو غيره من إخواني من الدعاء، ولا ينبغي أن نحاكم هذا المنهج لخلل وقعت فيه جماعة تنتسب إلى هذا المنهج. أمن العدل إن أخطأ ضابط في الجيش أن أحاكم الجيش كله؟ أمن العدل إن أخطأ إعلامي أن أخاطب مؤسسة الإعلام؟ فهذه الفزاعات التي يراد الآن من بسببها أو من خلالها أن يحطم هذا المنهج الرباني الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام، هذا لا يليق أبدا. حقيقة أنا عايز أحصره أن المنهج السلفي هو الإسلام، هو الإسلام، ولا يخالف في ذلك أحد أحبابنا من المنتسبين إلى، كما تفضل، لا من المنتسبين إلى الإخوان، ولا من المنتسبين إلى أنصار السنة، ولا من المنتسبين إلى الجمعيات الشرعية، ولا من المنتسبين إلى السلفيين أو غير ذلك. فهذا هو المنهج الرباني والنبوي، هو منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن ينتقص قدر هذا المنهج لنقص أو خلل وقع فيه بعض المنتسبين إلى هذا المنهج. وأرجو الله أن يردنا إلى جميعا إلى هذا المنهج ردا جميلا. آمين آمين. إذن يعني بان لنا أن الفصائل من خلال الكلام الجميل التأسيسي والتأصيلي اللي عمال أتنقل فيه بين القطبين الكبيرين حفظهم الله، أن المنهج السلفي هو منهج يلتزم به، وهو يجب أن يكون المنهج الذي يلتزم به كل مسلم، وأن هناك فصائل تعمل بمسميات تنظيمية ترتيبية بأي مسمى من هذا المسمى تحت هذا المنهج، ولكن هناك فرق تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه أو قال في ختامه
كلها في النار ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعل في الإجابة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي التوضيح أيضا المنع. قال ما أنا عليه الآن وأصحابي اليوم، اليوم اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن يبقى هو المنهج اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية، اللي كل من استظل بهذا المنهج فهو إن شاء الله تعالى من ممن يقع أو وعامة المسلمين من شعبنا. ما هو ده الإسلام، عامة المسلمين. إذا كان هذا هو الإسلام، عامة المسلمين. أنا ما رأيت واحدا من عامة الناس أبدا أراد أن يعرف حكما شرعيا فأتى بكتب السنة ليستخلص الحكم من الأحاديث. نعم، يبحث عن كتاب من كتب الفقه، كتاب من كتب الشروح، كتاب من كتب التفسير. فكلنا سلفيون. أنا وأنا في الحقيقة كنت معترضا على هذه التسمية من قديم، كنت معترض عليها من قديم، لما أقول أنا نحن السلفيون قد يفهم من هذا أن غيرنا ليسوا سلفيين. نعم. جميل. نعم. يعني أنا بس أؤكد يا أبا أحمد أن الجماعات الدعوية التي تعمل أنا على الساحة تقترب وتبتعد من هذا المنهج بحسب تطبيقها لأصوله وأسسه. ويبقى الخلاف في الأمور الفرعية سائغا كما علمنا شيخنا جزاه الله خيرا، ألا وهو الخلاف في مسائل الفروع والأحكام كما أصل الشيخ في كلمته البديعة. فيبقى هذا الخلاف قائما، ولا حرج على الإطلاق أن يبقى قائما، بل وسيبقى قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليه. يعني نستطيع أن نقول أن من يدعون ويقولون نحن القرآنيون، هؤلاء أسقطوا قواعد من قواعد هذا المنهج. هؤلاء ليسوا قرآنيين، كذبوا. كذبوا. هؤلاء كذبوا. أسقطوا قواعد. ليسوا قرآنيين. نفع الله بكم وبارك الله فيك. إذن هذا يأخذنا إلى قضية خطيرة جدا نعيشها الآن، وهي الحرب المصعرة على نقول الإسلام بقى، مش على السلفيين، لأن أنها حرب على الإسلام والمسلمين. وإحنا نريد فقط حتى لا نتهم بأننا نظلم يعني من يقول ذلك، هم لا يقصدون أن يحاربوا الإسلام، لا يقصدون، ولا لا شيخنا يقصدون أن يحاربوا السلفيين. الله يفتح عليك. يا سلام على العدل. أي يعني بمعنى ده كلام في غاية الأهمية. والله يا سيد الفاضل كمنتسبين نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية مبنية على حسن الخلق. يا سلام. وما أراه كمسلك في مجابهة هذه الحرب هو ما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى خذ العفو الله وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه الآية هي أساس حسن الخلق، ما شاء الله، وأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا تثبت وإن كان المعنى صحيحا، أنه قال لجبريل عليه السلام لما نزلت الآية ما هذا؟ فقال جبريل حتى أسأل، فلما سأل رجع إليه فقال إن الله أمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. يا سلام. الإنسان لو استطاع أن يحقق هذين الأمرين وأن يقابل أن هذا الهجوم بصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ويحاول في نفس الوقت أن يقدم الإسلام بصورته الصحيحة. وكما قال الشيخ لا ينبغي أبدا أن تجعل تصرفاتنا حجة على الإسلام، الإسلام حجة علينا وعلى جميع الخلق. نعم. هذا دين رب العالمين. ما شاء الله. فإحنا علينا أن نجابه. إن شاء الله. هذا يعني شوف ما خذ مثالا، المثال ده أنا لا أريد أن يعني هذا المثال لا ينطبق عليهم، لكن أردت المعنى فقط. طب نتوقف مع المثال بعد إذن فضيلتك، لأن فضيلة الشيخ سعد عبد العظيم على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله. مرحبا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وحفظكم الله. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. احنا في مظلة أنوار الليلة ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإياكم، بارك الله فيك. الله يكرمك أخويا، جزاكم الله خيرا. وإياكم، تفضل يا شيخنا، بارك الله فيك. بالنسبة للهجوم على الإسلاميين بصفة عامة أو التيار السلفي بصفة خاصة، يعني هم والله الحمد والمنة أزدوا لينا معروف كبير، وإلا فدي دعاية مجانية
والنصر عقبى الصابرين ماشي. وربنا لا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين وأيضا سبحانه لا يصلح عمل المفسدين. أنا وإن كنت دخلت في الموضوع كنت بس بقدم تحياتي أولا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يعني وفضيلة الشيخ محمد حسان حياك الله جزاهم الله خيرا بارك الله على التوضيح وعلى البيان وعلى الدفاع والذب عن المسلمين بصفة عامة وتوضيح المفاهيم وإلا يعني التهمة لا يصح يعني المجازفة بتهمة الناس لابد من بينة أوضح من شمس النهار وبيقولوا لا تعميم قبل حصول الاستقراء وإحنا والله الحمد إحنا شريحة من الخلق ومن المسلمين ولا نسيبنا في وقت من الأوقات لتعميم التكفير على الخلق أو للمجازفة والغلو في التكفير ولا نسيبنا أيضا لعنف عشان نيجي نتهم النهاردة بسلوك مسالك العنف وإن إحنا حرش مية نار أو إن إحنا حرقنا بيه أو كل ده دي تهم يعني على عواهنها ولله الحمد والمنة حتى النيابة برأت ساحة إخواننا من هذه التهم وإلا عبر سنين عمر كنا بنسلك مسالك السلمية والعلنية تجنبنا الغلو في التكفير تجنبنا العنف غير موضعه تجنبنا حتى دخول البرلمان لمسائل القاسي والداني بيعلمها وصارت دعوة هادئة ولله الحمد والمنة وانتشرت بفضل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء احنا لا بنعتبر نفسنا ان احنا احتكرنا الخير او الحق لا ابدا يعني ولله الحمد والمنة يعني دعوة بنوضح منهج الانبياء والمرسلين بنقول للنفس وللأمة نرجع ونعود لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حتى منهجنا ده وإن كان البعض بيتصور إن إحنا هنرجع نركب دواب بهيئة معينة لا أبدا ده منهج التقدم ده الرجوع للوراء والشرع بيأمر بأخذ العلوم النافعة من كل من أفلح فيها كائنا من كان أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة فالدعوة دعوة مباركة ولله الحمد والمنة وانتشرت بفضل الله كون ان الناس يعني وكأن نامت نومة طويلة فتحت عينيها وجدوا ناس اسمهم سلفيين او اسلاميين موجودين على الارض فده من جملة النعم المفترض ان تتضافر الجهود على نصرتها وعلى ابرازها وإلا فالأمة أمة مسلمة لا يمكن أن يضيق صدرها بطاعة الله ولا بدين الله تبارك وتعالى أن احنا نهتف بأهمية الرجوع للكتاب والسنة وتطبيق شرع الله نقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبده إلا ده لا يعتب علينا يعتب على من استورد للأمة علمانية أو شيوعية ده اللي يعتب عليه لأن دي أمة مسلمة حتى لما البعض بيتكلم وبيقول نرفض وصاية الإسلاميين أنت ترفض وصاية الإسلاميين وحتقبل وصاية العلمانيين أو الليبراليين أو الشيوعيين ما دي أديان عند أهلها صحيح دين الحق هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ولكن دين العلمانية ما هي دين ودي أمة مسلمة وما من أمة إلا ولها دستور بتطبق دستورها وما بتسمحش الحاسب الخروج عليه وبتعلق له حبل المشنقة وبتتهمه بالخيانة العظمى فده الدين اللي احنا بندين به لله سبحانه وتعالى سبحان. وبعدين ان انا ارفض حكم الخالق وارتضي حكم البشر فاحنا ما كناش بدعا من الخلق لا بس بنتابع الانبياء والمرسلين هو ده منهجنا في الاصلاح هو ده منهجنا في التغيير تهمنا دون وجه حق هنصبر ونحتسب الاجر عند الله هنوضح المفاهيم هنرد الشبهات وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إن كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله وكان يقول أيضا إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا ف
فما بلغنا المنى إلا بطاعة الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى الإساءة بالإحسان بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء يا شيخنا بارك الله فيك. يعني تأصيل يعني أسأل الله عز وجل أن يجعله في الميزان، وأسعدتنا وأكرمتنا بهذه المداخلة، والله أسأل أن ينفعنا وإخواننا وأخواتنا بما سمعنا. ونعود بعد هذه المداخلة الطيبة إلى استكمال حديث فضيلتك. كنت أقول إن الله عز وجل قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أنا مرة ثانية أكرر أن الآية لا أريد بها أحدا، لكن أنظر إلى المعنى فقط. وإن تصبروا وتتقوا، والتقوى هي خوف من الله يدفع الإنسان إلى طاعته بامتثال الأمر واجتناب النهي. ونصبر على هذا، لأن طاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر، والإذاء التي يلقاها الإنسان في سبيل سلوك الصراط المستقيم هذه أيضا تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى صبر. فإحنا كما قال عز وجل في أواخر سورة هود: وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون. نعم، بارك الله فيكم وأسأل الله إليك. يعني أنا الحقيقة فتحي لهذا المحور معلوم أن هناك ضوابط بتضبطنا في التعامل مع المخالف أو المهاجم كما تفضلت فضيلتك، ولكن هناك أسئلة بتدور بين إخواننا وأخواتنا حول هذه الهجمة وهذه الحملة، ولا شك أنها يعني قد تؤثر في البعض، قد تؤثر في البعض أن تحدث بلبلة أو عدم ثقة فيما يدور من حولها. فإحنا محتاجين لبيان توضيح، يعني ما الذي وراء هذه الحملة، ولماذا في هذا الوقت بالذات تؤدى هكذا. وإحنا يعني واضح، أود أن أتكلم في صلب الأمر، أن هناك حملة تدعو إلى تسعير نار فتنة، هناك حملة تدعو إلى التشكيك في بعض الأوضاع التشريعية مثل دور المرأة، مثل مسألة الأضرحة، الأمور هذه التي حدثت. فنحن بحاجة إلى أن نوضح ذلك حضرتك، ونبين كلام ده لإيه؟ لإخواننا، لعل الله عز وجل أن يعني يجلي الأمر وأن يرفع بعض الشبهات التي تحدث ذلك. الشيخ محمد بقى ربنا أنا بقى. أود أن أؤكد لحضرتك يا دكتور محمد ولإخواني من السادة المشاهدين والمشاهدات أن حديثي مع فضيلة شيخنا المبارك الله يحفظه ليس دفاعا عن الإسلام، فالإسلام ليس متهما وما كان الإسلام متهما قط إطلاقا، ما نتعرض بها كذا. وحديثنا عن الإسلام يرفع من قدرنا وشرف نعم. لنا نعم، حتى لا يتصور أحد أن الإسلام ضعيف يحتاج إلى من يذب ومن يدافع عنه. الإسلام دين الله تبارك وتعالى الذي يتسم بالربانية في المصدر وبالربانية في الغاية والمنهج، الذي يتسم بالتكامل والشمول، الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، الذي يتسم بالعدل والرحمة والإنصاف، بالعدل مع المخالف. ألم تقرأ قول الله عز وجل في المشركين الأصليين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى اسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الإسلام العظيم يعلمنا العدل مع المخالف، فيقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل أنا أقف مدهوشا أمام أول آية في كتاب الله وقل من ينتبه إليها، وهي قول ربنا جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، لم يقل رب المسلمين وإنما رب العالمين. فربنا جل وعلا هو رب المؤمنين والكافرين، وكما قال العلامة الألوسي في تعريفه الرب، قال: الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فربنا جل وعلا ليس ربا لشعب دون شعب، وليس ربا لأمة دون أمة، بل هو رب العالمين جميعا. بل أنا أقف أمام قوله تبارك وتعالى الذي يبين أنه جل جلاله لا يجامل أمة على حساب أمة،
وإنما يبين بعدل سبحانه وتعالى أن كل أمة من الأمم اتبعت شريعة الله التي نزلها على رسوله الذي أرسله، فهي في الجنة ولها أجرها عند ربها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن كل من آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بالرسول الذي أرسله الله عز وجل إليه في زمنه وعمل صالحا فله أجره عند ربي ولا خوف عليه ولا هو من المحزونين. ولا تعارض بين هذه الآية في سورة البقرة بين آية آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، لأن هذا قبل بعثة النبي محمد، أما وقد بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أمره وبلغت دعوته أحدا، فوجب على هذا الذي سمع عن رسول الله وعرف الحق أن يؤمن بالله وأن يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يلزم هذه الأمة أن تتحرك للبلاغ وأن تتحرك للدعوة، لأن الله لا يعذب إلا بعد الحجة والبيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاشترط النبي السماع، وهذا يلقي على الأمة تبعة ثقيلة جدا في البلاغ والتحرك، امتثالا منها لأمر ربها وأمر نبيها. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. وأنا أقول بلغوا تكليف، وعني تشريف، ولو آية تخفيف. نعم شاء الله. فلم تلتزم الأمة التكليف ولم تغتنم التشريف ولم تتحرك لتقيم حجة الله على خلقه. فأنا أود أن أؤكد بأن هذه الحملة يا دكتور محمد، أنا أقول ما أعرف الشيخنا يوافقني ولا إيه، أنا أقول لا تحسبوه شرا لكم، لقد كانت سببا بفضل الله عز وجل في أن يبين الشيخ ما هو المنهج السلفي. وأنا لا أحب اللفظة الثانية السلفية أو السلفيين، ما هو المنهج السلفي؟ أتاحت الفرصة لي أن أبين لآباء الفضلاء وأمهات الفضليات وأبنائي وبناتي حقيقة هذا المنهج الرباني والنبوي. وإلا لو جلس الشيخ أو جلست أنا بلا مقدمات لأؤصل يعني محاسن هذا المنهج لربما استغرب كثير من السادة المشاهدين والمشاهدات. ولكن أما وقد رفعت هذه الحرب ورفع هذا السيف، وسيف الإرهاب الفكري، وقيد الله عز وجل لهذا المنهج الرباني من يبين محاسنه، فأنا أقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وستتحول هذه المحنة بإذن الله إلى منحة، وستتحول هذه الفتنة إن شاء الله تعالى إلى نعمة. نعم، بارك الله فيك ونفع الله بك. يعني إذا أذنت لي وأذن الشيخ بارك الله فيكما أن هذا كله مقرون بأدائنا كما بين الشيخ بالخلق. نعم، بأدائنا بين الشيخ بالأخلاق. هذا محور بقى خاص حنضع إليه، بس اسمح لي شيخنا أن احنا في نفس المحور ده بالنسبة للحرب المولانا الإسلام من باب توضيح الأمور. مسألة كما هو مقروء الآن، الحرب بتنقسم إلى عدة جهات. قطاع في مسألة إشعال نار الفتنة الطائفية، وقطاع في بث بعض الخلافات بين طوائف المسلمين أنفسهم مثل إسعار نار فتنة بين المنهج السلفي والصوفية، وقطاع متعلق بالشبهات مثلا بدور المرأة في الإسلام، وهذه الإشاعات التي تتردد بأن السلفيين سيخرجوا ويسحبوا النساء ويلزمهن بالحجاب وأشياء من هذا القبيل. عايزين حضرتك يعني من باب بيان برضو النور في هذا المنهج. أقول وبالله تعالى التوفيق. فيما يتعلق بالفتنة الطائفية، أعتقد أن جميع الناس رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم الشيخ محمد حسان وهو في أطفيح يذيع البيان على الناس جميعا، وذكر أسماء من وقعوا على هذا البيان من الذين ينتمون إلى التيار السلفي. وأعتقد أنني قلت أيضا إن كلامنا عن التعامل مع النصارى ليس من باب الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،
نعم. وإنما هو دين. الله أكبر. دين ربنا سبحانه وتعالى فرضه علي فرضه علينا. إن لم نتبع هذا الدين عذبنا، ولو كان الأمر كذلك فكان علينا أن نترك الالتزام والسلفية من الأساس وأن نعيث في الأرض فسادا مع المفسدين والعياذ بالله. لكن هذا نعتقده دينا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا حجيجه يوم القيامة، حديث في سنن أبي داود عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. مسألة أن يقف الإنسان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليحجه يوم القيامة، دي مسألة أبكت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. يعني صار هذا الرجل رضي الله تعالى عنه كان إذا قام من الليل جلس بعد ذلك في محرابه يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك فقالت له ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، خلي بالك بقى، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت. فهذا ما يتعلق، وقد ذكرنا الآيات ومواقف السلف، ويكفينا أن أحد رجال الكنيسة أسقف الشباب على ما أذكر كتب في جريدة المصري يوم مقالة يقول إن النصارى عاشوا آمنين في ظل الدولة الإسلامية على مر العصور، وأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حين فتح مصر وكان الأنبا بنيامين قد طرد أو طرد حتى اختفى وأخذت كنائسه، فلما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسل إليه وطلب منه أن يعود ورد عليه كنائسه. فيما يتعلق بالشق الثاني وهو مسألة حرق الأضرحة، أعتقد أيضا أننا تكلمنا بالتفصيل عن مسألة الأمر. نعم بس هو في مسألة حرق الأضرحة في نقطة أود أن يعني أطرحها على فضيلتك، ولكن معنا فضيلة الدكتور صفوت. دكتور صفوت حجازي، أهلا وسهلا. طب قطع الاتصال حي. طب نستكمل إنما النقطة حياتك أن بث هذه المسألة بالنسبة لموضوع الأضرحة ونسبه إلى السلفيين ثبت بالتحقيقات، ثبت بالتحقيقات طبعا. يعني عايزين نوضح دي علشان برضو ثبت ما فيش ولا تحقيق ما لقيناش إعلام أن سلفيا قام بهذا الأمر. الحمد لله. قل يا شيخ فيما يتعلق بالأضرحة التي أحرقت مؤخرا والتي بثوها عبر التلفاز، قل حضرتك. أنا اتصلت بنفسي على إخواننا في بيلة وهذا تقريبا كان من آخر الأضرحة التي يعني نسب إلى السلفيين أنهم قاموا بإحراقها، فأكد لي أحد إخواننا وهو عضو في لجنة فتوى بالأزهر وواعظ في نفس المكان في نفس القرية، أكد لي أنه لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا للسلفيين ولا للإخوان المسلمين بحرق هذا الضريح الذي ألقيت عليه زجاجة مولوتوف وهم يصلون صلاة الفجر، وأقسم الإمام بالله أنه لم يصلي في هذا اليوم رجل واحد بلحية. سبحان الله. وبينت التحقيقات أيضا أنه لا علاقة للسلفيين بحرق هذا ولا بحرق أي ضريح آخر في مصر. نعم. طيب اتفضل. أما بالنسبة لما يتعلق بقضية المرأة فأعتقد أنا سأذكر كلاما موجزا، لكن أعتقد أن هذا يحتاج إلى جلسة موسعة. أقول المرأة الذين ظلموها هم الجهال، والمرأة لها مكانة في الإسلام لم تكن هذه المكانة موجودة للمرأة من قبل تحت أي نظام من النظم. بل أنا أدعي أن المرأة الآن في الغرب يعني مهانة ومستهلكة ومستعملة. نعم. شوف يعني مثلا تصور مثلا يريدون إذاعة إعلان عن الشيبسي. نعم. تطلع امرأة عريانة. نعم. والناس ينظرون إلى بدنها وما إلى ذلك. يعني نعم. طريقة غريبة جدا أهانوا بها المرأة. نعم. لكن المرأة في الإسلام
أنا أعلم أن هناك بعض النصوص التي يسن إليها بعض المغفلين من المسلمين للأسف الشديد في إثبات أن الرجل أفضل من المرأة، وهذه النصوص كلها يعني أقوى هذه النصوص، مثلا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، من النساء يعني، أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان دينها فإنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرجو أن نراجع كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد ابن حزم رحمه الله في باب المفاضلة بين الصحابة، المفاضلة بين الصحابة. قال أولا: أليست شهادة امرأتين بشهادة رجل؟ قال: هل باب الشهادات من باب الفضل في شيء؟ الله أكبر. ننظر، لو أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم شهدوا على قضية زنا أيؤخذ بشهادتهم الثلاثة فقط؟ لا. ولو شهد أربعة منا وهم عدول تؤخذ بشهادتهم؟ يؤخذ بشهادتهم؟ يؤخذ بشهادتهم؟ هل معنى هذا أننا أفضل منهم؟ مسألة الشهادات ليست من باب الفضل في شيء إطلاقا. نعم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن شهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل، لأن المرأة بما فيها من أمور فسيولوجية وما إلى ذلك قد يتطرق إليها النسيان، ولذلك قال القرآن: أن تضل إحداهما، يعني تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى. قد يقول قائل: من النساء من ذاكرتها قوية جدا، حديد. طيب، النادر لا حكم له، لما كان هذا عاما في النساء فحسما للمادة من بابها رب العزة سبحانه وتعالى جعل شهادة امرأتين كشهادة رجل. ليس معنى هذا أن الرجل أفضل من المرأة إطلاقا، باب الفضل كما ذكرت لك ليس من باب الشهادة. طيب، المرأة مأمورة بطاعة زوجها، العقلاء اتفقوا على أن كل كيان لابد له من قائد، حتى صار مثلا بين الناس المركب اللي لها رئيسين بتغرق، لابد من رئيس واحد. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الرئيس هو الإيه؟ الرجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن أمره أن يعدل مع امرأته وأن يقودها بالكتاب والسنة، وأمر المرأة أن تطيعه إن كانت الطاعة في غير معصية، وإن كانت الطاعة بالمعروف، يعني لو أن رجلا جاء إلى امرأة مدنية وأحضر لها مثلا بهائم وقال لها: غذي هذه البهائم واحلي بيها، ليس لها أن تطيعه أبدا، لأنه كلفها شيئا ليس من المعروف، ليس مثل هذه تفعل هذا الأمر. فالمسألة لها قيود في نفس الوقت. وهل معنى أن المرأة تطيع زوجها هل معنى هذا أن الزوج أفضل من المرأة؟ لننظر برضو ابن حزم ساق أمثلة، قال: نحن نعلم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يكون أميرا للمؤمنين كان تحت طاعة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، أيهما أفضل، عمر رضي الله عنه أم عمرو بن العاص؟ فاروق. طيب، وكذلك ولى النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد كثيرا، ولم يوليها لأبي ذر، مع أن أبا ذر أفضل منهما كما ورد في الأحاديث التي تدل على مناقب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. كذلك ولي أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الخلافة، وفي الأمة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن حزم: والذي بين هؤلاء الثلاثة وبين عبد الملك بن مروان في الفضل كالذي بين الليل والنهار. سبحان الله. يعني إذا مسألة الطاعة دي مسألة لا علاقة لها أبدا. ما شاء الله. فقل لي على أي شيء أجيبك عنه. ولابد أن حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، من كأنه يعني يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ذكر ابن عباس في التفسير أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع،
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بالنساء. بعض المغفلين يستخدم هذا الحديث في النكاية بالنساء، أنتن ناقصات عقل ودين، أنتن مش عارف إيه، معوجة إطلاقا. الشرع لما ذكر هذا فإن المرأة خلقت من ضلع، إذن رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي خلقها هكذا، فهل تعير بشيء لا حيلة لها فيه؟ وهل خلقها الله عز وجل هكذا عبثا؟ أبدا، بل كما قال عز وجل في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولو أن رجلا تزوج امرأة على أخلاق الرجال لشاقيا، نعم، وكذلك لو أن امرأة تزوجت رجلا على أخلاق النساء لشاقيا، نعم أيضا. جميل. لكن هو بين عليه الصلاة والسلام هذا صلى الله عليه وسلم ليوصينا بالنساء، الله أكبر، ليوصينا بهن، للتوصية بهن. طيب فعل هذا في المحافل الجامعة صلى الله عليه وسلم. صار في لما نزل عليه استاذن فضيلتك بس دكتور صفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا فضيلتك دكتور صفت. اهلا دكتور محمد، حياك الله يبارك ويحفظك. الله يبارك في فضيلتك. ما شاء الله ما شاء الله، انوار عماله تل علينا بفضل الله. والله انا يعني اولا احيي كل من معك، يعني شيخنا واستاذنا وامامنا دكتور محمد المحفوظ. ازاي فضيلتك يا مولانا؟ الله يكرمك يا دكتور صفوت ويعزك. وفضيلة شيخنا وحبيبنا يعني الشيخ محمد حسان، ربنا يبارك فيك يا دكتور. انا لا تتخيلوا والله مدى سعادتي بهذه الصحبه الصالحه الطيبه. ما شاء الله، صلى الله عليك. ويعني مش عايز اقول، انا هطير من الفرح. عزك الله فيك. انا عاوز اطير كده وجت حمد. تكون من صاحب الخطوه ان شاء الله. وددنا لو انك شاركتنا يا دكتور. طبعا السلام يعني جمع القطبين والنجمين والعالمين. ربنا يبارك فيك. يعني يشكر له ذلك. اسال الله ان يجعلنا خالصا لوجه الكريم ويجمعنا جميعا على طاعته يا رب. ربنا يبارك فضيلتك يا مولانا. فضيله شيخنا عبد الرحمن يقول: وددنا لو شاركتنا. انا تحت امركم والله. والله وددنا لو انك معنا دكتور صفوت. لو قلت لي والله يا شيخنا حضرتك عارف انت تامر وانا لو ورايا ان شاء الله. الله يكرمك. ان شاء الله تدرك في لقاء لاحق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هل من اضافه من مداخله في يعني لا نحرم نفعا؟ والله اولا بس انا اريد ان اوضح امرا حدث يوم الجمعه الماضيه في ميدان التحرير. كنا قد اتفقنا اللجنه التنسيقيه لمنسقه الفاعليه، اتفقنا على ان الدكتور محمد عبد المقصود يكون له كلمه يوضح فيها يعني ماذا يراد بكلمة السلفية وما الذي يدبر، وأن هذا يعني من أنواع الاعتداء على الثورة والاعتداء على مصالح مصر، وأن هذا نوع من أنواع تفزيع الناس ليس من السلفية ولكن من الإسلام ومن الإسلاميين. وبعد أن صعد الشيخ المنصة يعني حدثت مشكلة في الميدان ليس لها علاقة بالشيخ إطلاقاً، ولكنها كانت بسبب الضباط اللي كانوا موجودين ويريدوا أن يصعدوا المنصة، ولكن يعني لما حدث الهرج والمرج فانصرف الشيخ، وظن الشيخ أن الناس يعني لا تريد أن يتكلم أو أن هذا الهرج والمرج بسبب وجود الشيخ، لكني أقول ليس للشيخ علاقة إطلاقا. وبعد أن انتهى الموقف يعني أنا بحثت عن الشيخ فوجدته قد انصرف، في حين أن الجماهير الموجودة كانت تهتف باسم الشيخ وتريده أن يصعد مرة أخرى للمنصة، ولم يهدأ الناس حتى قلت لهم أو أخبرتهم أن الشيخ قد انصرف. فأردت توضيح هذا الأمر، ويعني أقول نقطة أخرى. تفضل. أظن ما أعرفش حضراتكم تطرقتم إليها ولا لا، أن هناك في 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 البلد الآن ثورة مضادة حقيقية، وتبحث عن الكثير من الوسائل لإفساد الثورة الحقيقية، ثورة 25 يناير. أنا داخل عليها إن شاء الله دكتور صفت. هذه الثورة ثورة يعني الثورة المضادة
هي موجودة بالفعل وحقيقية تماما، وتبحث عن كل الوسائل الممكنة لإفشال الثورة وإفساد مصر. من ضمن هذه الوسائل تقسيم الأمة إلى إسلاميين ومدنيين، وبل إن البعض قسم الأمة إلى إسلاميين ومصريين. طب يا عم هو الإسلاميين مش مصريين؟ قال لك لا مش مصريين، لأن لو سألت واحد منهم من الإسلاميين دول، سواء بقى ما يتكلم على الإسلاميين بيتكلم على كل إخوان وسلف وتبليغ وكله، يقول لك أنت لو سألته أنت بتحب مين أكتر، المسلم الباكستاني ولا المسيح المصري، هيقول لك المسلم الباكستاني، يبقى ده مش مصري. ويقسموا أيضا الإسلاميين، ويريدوا الآن أن يضربوا بجذور الفتنة بين الإخوان والسلفيين، بين السلفيين والصوفية يعني، ويضخموا ووسيلتهم في ذلك الصحفيين والمفكرين اللي بيعملوا في الإعلام وفي الصحافة، ويأتوا بحادثة تافهة يعني لا أصل لها، يجعلوها أصل من أصول الدين، ويجعلوها يعني قضية من القضايا، وتفرض الساعات والصفحات لمجرد أن أدي السلفيين يهدموا الأضرحة. طب لما سلفي يهدم ضريح إيه اللي هيحصل؟ الصوفي هيجي يعتدي على السلفي. وسمعنا أحد الصوفية في التلفزيون بيقول أنا بعدت أجيب شحنة رشاشات من الصعيد ويجوا يوروني هيعملوا إيه. أما الصوفي يعتدي على سلفي، والسلفي يروح يجيب اثنين صحابه ويهجموا على، طبعا دي خطة مدبرة تماما، ولا بد أن نستيقظ لها وننتبه لها معا من أجل مصر. وده عنوان يعني هو لسلسلة محاضرات ينظمها الإخوان مع السلفيين، والإخوان مع التبليغ، والسلفيين مع الإخوان. لابد أن نفهم أننا جميعا معا من أجل مصر. وأظن فضيلتك الشيخ محمد وفضيلة شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود حضرنا سويا المؤتمر الذي كان في المعادي، نعم، وكان يعني شيء رائع. ويوم الجمعة يعني الشيخ محمد عبد المقصود يعني هياخدني كده تحت باطه في المنوفية بنفس العنوان، وأنا يعني أقترح إن احنا ننظم هذه السلسلة من المحاضرات معا من أجل مصر. وكنت مع سباني سويف، مع الشيخ محمد مصطفى، ويعني أن نظهر جميعا أننا يد واحدة، ومهما كان الاختلاف في أمور بسيطة. وكان في مؤتمر المعادي يعني ألجم شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود الجميع بما فيهم من يدعي أنه ينتسب إلى منهج السلف في قضية النهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال يعني كلام أقول يعني لا يكتب بماء الذهب ولكنه يكتب بالذهب. الله يحفظك. فيجب أن يكون هذا منهجنا، وهؤلاء هم شيوخنا وقادتنا الذين نسير وراءهم. نعم. جزاك الله خير الجزاء مصطفى، ونفع الله بك. أشكرك. شكرا الله لكم. بارك الله فيك. مصطفى وينفع بيك. آمين آمين. إذن حياتك نستكمل يعني الكلام الجميل اللي كان بيتقال ده، بس دخول الدكتور صفوت كان جميل أيضا. لا أستطيع أن أتجاوز ما قاله الدكتور صفوت. الله يبارك فيك. تفضل. أكمل الشيخ الحديث عن المرأة. نعم. كلام أقول بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت دفاعا بهذه القوة عن المرأة بفضل الله عز وجل. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في صفة حجة النبي عليه السلام، والحديث في صحيح مسلم، وأهمية خطف خطبة يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، أهمية هذه الخطبة كما يقول ابن القيم: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية عليه عشية عرفة في يوم جمعة. نعم. وهذا وارد صحيح البخاري عن طريق ابن شهاب. صحيح. أن ناسا من اليهود قالوا للأمير المؤمنين عمر: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ثم ذكروا هذه الآية. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. نعم. يقول ابن القيم: فكأنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الآية أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة لأمرين:
لينبه على معالم الدين الأساسية، أصول الدين الأساسية. نمرة اثنين، ليشهد الناس أنه قد بلغهم. قال عليه الصلاة والسلام، والخطبة مكونة من خمس فقرات. الفقرة الأولى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الفقرة الثانية: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. أنا متعمد أن أنا أسوق الخطبة كلها، هي مش طويلة. يبقى أول حاجة حرمة الدماء والأموال والأعراض. الثانية: إبطال جميع سنن الجاهلية. الثالثة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني المرأة دي أمانة عندي، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الفقرة الرابعة، أنا بس ذكرت الفقرة دي اختصارا. الفقرة الرابعة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. الخامسة والأخيرة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. ما شاء الله. مقدم في الله. استأذن فضلتك، الخير عمال يهل بفضل الله عز وجل. دكتور محمد اسماعيل مقدم. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا بفضل الدكتور. الحمد لله رب العالمين. حياكم الله ونفع الله بكم. أهللتم علينا بالخير، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. كيف حال الدكتور؟ الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله. الله يكرمك. كيف حال؟ أنا يعني سعيد جدا لأنني أرى طبعا حضرتك وأرى الله يبارك فيك الشمس والقمر. الله أكبر. شوف بقى أنا الموقف اللي أنا فيه بينهما. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا فضيلة الدكتور. كيف حال الدكتور عبد المقصود؟ الله يحفظك يا دكتور ويرفعك في الدنيا والآخرة. يعني بارك الله فيك. الكلمات بتعجز عن التعبير عن الفرح، يعني ما شاء الله يفرح قلبك في الدنيا والآخرة. اسكندرية كلها مترقبة يعني ان تشرق فيها الشمس يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور، ربنا يحفظك. الشرف لي ان شاء الله. دكتور كيف حال فضيلة الشيخ حسان؟ الله يبارك فيك يا دكتور محمد، ربنا يحفظك يا دكتور. اتفضل استاذنا، بارك الله فيك. ننتفع بخير قدومك ان شاء الله. الله يكرمك. والله هو الحقيقه يعني انا بارك الله فيك، هو فيما يتعلق هل ممكن فضيلتك توطي التلفزيون قليلا؟ يعني بالنسبه لكلمه السلفيه يعني. نعم تفضل. يعني هو طبعا احنا لا يستعبدنا يعني لفظ معين بحيث نتحجر عليه، لكن هي قضية فعلا كما قال فضيلة الدكتور محمد المقصود، هي قضية منهج. نعم. السلفية هي مضمون ومعنى يعبر به عن أسماء مختلفة. ممكن نكون مثل أهل السنة، نقول الجماعة، ممكن نقول أهل السنة والجماعة، ممكن أهل الحديث، ممكن الطائفة المنصورة، ممكن الفرقة الناجية، ممكن منهاج النبوة كما جاء في الحديث: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. نعم. فيمكن هو يعني أشرف فضائل السلفية يعبر عنه قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لأن السلفيين ليس لهم وليس لأصحاب الحديث إمام سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام الأئمة كثير، علماء الحديث كثيرون، لما فسروا قول النبي عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق حتى تقوم الساعة، عامة علماء الحديث يرجحون أنهم أصحاب يعني الحديث. ولأن معرفة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنها تكون بالمشاهدة الحسية، وإما أن يعني طبعا المشاهدة يلزم أن الإنسان يكون يعني صحابيا أو تابعيا رأى صحابيا، وإما الطريق الآخر هو النقل والإسناد. فكما أن في اللغة نرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، في النحو نرجع لأهل النحو، كذلك في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى أهل الحديث وأهل يعني النقل. ولذلك لا ينبغي لأحد أن ينازع أهل الحديث في ائتمانهم على صيانة وحراسة ونقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. وهنا يعني نطبق قول الرسول عليه السلام في حديث البيعة: وألا ننازع الأمر أهله.
فلا ينبغي لأحد أن يتقدم على أهل الحديث في هذه المسألة. سأقف قليلا جدا عند قضية أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كما ظاهرهما. فإذا اجتمعت كلمة السنة والجماعة في لفظ واحد فيفترقان في المعنى، فتصبح السنة هي يعني المنهج الحق والجماعة هي أصحاب المنهج الحق. نعم. فإذا افترق يعني عبر بها عن يعني عن أحد المعنيين جميعا يعني. نعم. في نقطة ثانية يعني إن بالنسبة لظهور السلفية يعني قبل بعض الناس بيلتبس عليهم الأمر بيظن السلفية دي شيء بدعة طارئة أو فرقة من الفرق، حتى إن في واحد كاتب قريب في الجرايد من دول كاتب بيقرننا بالبهائية واليهود والشيعة وكذا وكذا، يعني حتى مش بيقرننا بالفئات الفرق الإسلامية الثانية لكن يقرننا بالبهائية وغيرها من يعني هذه الأديان. يعني الإمام مالك لما سئل عن أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. في نقطة مهمة جدا في موضوع السلفية، أن السلفية هناك سؤال لا يجوز أبدا أن يوجه إلى المنهج السلفي، وهو متى نشأ المنهج السلفي. لأن هذا السؤال فيه مغالطة شديدة جدا. الذي نستطيع أن نحدد له بداية هي الفرق التي شذت عن الأصل. أما أهل السنة والجماعة فتوجيه هذا السؤال لا يجوز أبدا أن يوجه إليهم. لماذا؟ لأن بداية السلفية كانت حينما نزل قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن السلفية هي لا تعارض الإسلام، يعني مش فرقة شاذة عن الإسلام، لكن هي كما قال الشيخ الإسلام تيمية هم نقاوة أهل الإسلام. أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام. فبداية بروز الاسم غير بداية المنهج. بداية المنهج السلفي حينما نزل الوحي على الرسول عليه السلام في غار حراء. أما بداية التميز بهذا الاسم فكانت كلمة المسلمين تكفي في عهد النبي عليه السلام وفي عهد الصحابة، ولكنها لم تعد تكفي حينما ظهرت الفرق الضالة التي يدعي كل منها الانتماء إلى الكتاب والسنة بفهمهم هم. ف يعني احتيج الى تميز باسم بجانب اسم الاسلام من باب العموم والخصوص حتى ننفي او نتبرأ من المذاهب الضاله كالخوارج والشيعة والقدريه وكذا وكذا. فالاحتياج الى التميز باسم يعني في فرق بين بدايه المنهج المسمى وبين بروز الاسم الذي برزت الحاجه اليه عندما يعني طبعا عدم فهم هذه القضيه بيجيب مشاكل كثيره جدا، زي بعض الاساتذه اللي بيحاول يرجع المنهج السلفي يقول لك انه نشا في القرن السابع الهجري. ايوه مع حضرتك احنا اللي بيقول انه نشا يشيروا بذلك الى عصر شيخ الاسلام ابن تيميه او بعضهم يحاول. يعني القضيه احنا لو افترضنا ان ابن تيميه لم يخلق اصلا ما كان سريع المذهب. ابن تيميه مجرد انه يعني ايه نفض التراب عن هذا المنهج واحياه لكن كمجدد من المجددين، ولم ينشئ مذهبا اطلاقا لا هو ولا غيره من رموز يعني هذا المنهج. القيد اللي احنا بنقوله دايما الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. طبعا هذا القيد هو القيد الوحيد الذي يسد على الامه منافذ الـ يعني الـ 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 الانحراف. ف يعني الـ يعني حاجه ثانيه برضو من خصائص المنهج السلف مهمه قوي، انا مش هطير عليكم طبعا حتى نستمتع بالشيوخ الافاضل يعني. ربنا يبارك فيك. نحن نستمتع بكلامك فضيل الدكتور. بارك الله فيك. فسرها العلماء بان معنى هذه الايه اجعلنا نقتدي بمن سبقنا فنصلح لان يقتدي بنا من بعدنا. نعم. وهذا هو يعني جوهر الـ يعني الـ يعني الـ يعني السلفيه. لما بنقول ان السلفيه خصائصها كذا وكذا فهذه ليست دعوه مجرده من الدليل، لكننا دعوة لها نسب أصيل وثابت وهو علم الإسناد. يعني لو افترضنا أن الرموز السلفية من المجددين كابن تيمية أو غيره لم يوجد ولم يخلق أصلا ما كان المنهج ليضيع، خاصة بعد الضمانة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة بأمتي. فده يفيد استمرار هذه الطائفة المنصورة القائمة بالإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه. اما سؤال بعض الناس ان من اين يعني كيف المسلمون يكونون شيء واحد وهذا نوع من الافتراق، ف
فأقول إن ده الافتراق ده نوع من أنواع الابتلاءات التي يمتحن الله بها عباده، زي ما امتحن البشر كلهم في تقاطع طرق الأديان. يعني احنا بنحتاج البشر لحاجتين، هداية إلى الطريق ثم هداية في الطريق. نعم. هداية للطريق يعني اختيار الإسلام ولا النصرانية ولا يهودية إلى آخره. فإذا اخترت طريق الإسلام ما زال أمامك امتحانات، زي اللي هيسافر مثلا تقاطع الطرق، طريق وادي مطروح وطريق وادي بورسعيد وطريق وادي القاهرة، وأنا عايز أروح القاهرة. إذا سلكت طريق القاهرة اخترت الطريق، لكن لا يعني هذا أني سأصل إلى هدفي سالما إلا باحترام ضوابط الطريق، قواعد المرور، التزام بإجراءات السلام بحيث أصل سالما. فمن دخل في الإسلام لا يزال معرضا بالامتحان، لأن الله كما يمتحننا يعني بالأمراض والابتلاءات وكذا، يمتحنون أيضا في مجال العقائد يعني والشبهات ونحو ذلك. فهناك هداية في الطريق وهداية هداية إلى الطريق ثم الهداية في الطريق، وده نعم. نوع آخر من الابتلاء، ودي نوع من أنواع العبودية يمتحن الله سبحانه وتعالى بها يعني ما شاء من عباده. أنا يعني لا أريد أن أطيل لأنني في حاجة لأن أسمع أكثر مما أتكلم، إن شاء الله. وإن شاء الله تعالى يعني نرجو يعني أن احنا نستفيد من ضيوفكما الضيفيك ضيف بارك الله فيك يا فضل الدكتور، ويعني كنا نأمل أن تكون يعني البركة مكتملة بحضوركم، ولكن لعل الله عز وجل أن ييسر ذلك إن شاء الله تعالى في لقاء قريب. يعني ما شاء الله إضافة ويعني مداخلة في غاية النفع، أسأل الله أن ينفع بكم جميعا يا رب العالمين. إنما الكلام اللي كنا عايشين معاه الجميل ده عايزين نستكمله، بس أنا استغرقت وقتا لكنها نص دقيقة. انا اعرف ان الشيخ محمد سعيد جدا بالسماع، لا تحمل نعم. هم من لذلك بحلم الاحوال ابدا بعد ما شاء الله، يعني انا عمال من ساعتها عمال ابص له ما يبارك فيك ما شاء الله حاطط ايديه كده وعمال يسمع، ما شاء الله لا قوه الا بالله، هذا ما اعتدناه عنه بفضل الله عز وجل. استاذ يعني عزيز ربنا يرفع قدرك دكتور محمد. اريد ان اقول ان هذا كان في يوم عرفه، في اليوم التالي في يوم النحر في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه في سنن الترمذي وابن ماجه على ما أذكر، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. عوان يعني أسيرات، المرأة أسيرة عند زوجها، فأنت مأمور بطاعتها وأن تسلك معها مسلك العدل وأن تقوم بحقوق الزوجية وما إلى ذلك، كل دي أمور أنا مش عارف يعني، لكن المقام لا شك أنه يحتاج إلى تفصيل بسط. أنا عايز بس أقول أن إضافة لكلام فضيلة الدكتور محمد إسماعيل مقدم حفظه الله تعالى، مسمى الوهابية هذا يعني هو أجاب عليه بطريقة إن شاء الله شاملة، فإن حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو خلافه لم يؤسسوا شيئا، وإنما هو منهج جددوا له الدعوة، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مرة رئيس القسم عندي رحمة الله عليه ذكر أمامه اسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بس ده بيقول إن هو كان وهابي. إذا الادعاء بالوهابية، تصدير الوهابية، الكلام ده كله لا أصل له، وأنه لا يعتبر إضافة. برضو معلش إذا أذنت لي أحمد، يعني نقدر نفهم حضرتك أن مكانة المرأة ومكانة الرجل والتفضيل كابتلاء الله عز وجل، نبلوكم بالشر والخير فتنة، الشر نبتلى به فمن صبر فقد نجح ومن لم يصبر فقد فشل، والخير نبتلى به فمن شكر نجح ومن لم يشكر فشل. نعم. فلا تفضيل بين هذا وذاك، كلاهما للابتلاء. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، أنا أريد أن أذكر هذا تفضيل أمرا، وهذا الأمر يعني أعتقد أن أولادي يسمعونني الآن. نعم. وأنا لا يمكن أن أكذب أم أولادي، لا حاشا الله، حتى في أدق الأمور إن جاء إلي ابني بقطعة من الحلوى أقول له: هل قدمتها لأمك أولا؟ هي أولى الناس بحسن صحابتك، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ف
في مرة من المرات غضب أحد أولادي من أمه فأشح بيده، فقلت له أنت لا تستطيع أن تفعل هذا معي، لكن يبدو أن المسألة ليست من باب البر، ده من باب الخوف. لو كان برا لكانت أمك أحق به إن شاء الله بر. فإحنا المفروض لا 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 أنا أقصد يعني في التربية أريد أن حتى في البنات والصبيان. والله يا دكتور البنات عندي كان أي شيء يجي سواء لعب أو حلوة يا عبد الرحمن خلي أختك تختار أولا ثم أنت بعد ذلك، ما باقي فهو لك، خلي أختك تختار أولا. الواحد كان بيحاول أن هو يعلمهم الأمور دي، لأن أنا شايف أن ورأيت رجلا ملتحيا في أوائل الثمانينات، رحت زرته في البيت لأول مرة، كانت المرة الأولى والأخيرة، دخل بنت ابنته الصغيرة تبكي فضربها وقال لها اطلعي برا ناقصات عقل المدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت في قلت في عقلي والله أنت ناقص عقل المدين. لا حول ولا قوة. طفلة صغيرة. إذا نقدر شوف في الفهم ده فهم سقيم ومريض للأحاديث التي وردت. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، وزي ما بيقول ابن حزم رحمه الله إن الشريعة لازمة للإنس والجن والذكور والإناث والأحرار والعبيد إلا أن يأتي دليل معين في مسألة ما يستثني صنفا من هذا. نعم. احنا كلنا مكلفين بالشريعة. شاء الله. يعني هي تكاليف للمرأة إن قامت بها فهي. وللرجل أيضا. وتكاليف خاصة بالرجل وتهيئة. يعني المرأة كلفت بتكاليف معينة هيئها الله للقيام بهذه التكاليف. والرجل كلف بتكاليف معينة هيئه الله للقيام بهذه التكاليف. ولو كانت المرأة رئيسة الأسرة وهي المقدمة. أصل العداوة لدين الله عز وجل دي حاجة في الطبيعة، مسألة شيطانية كما فعل إبليس. كنت هتلاقي برضو جمعية تحرير الرجل وكتاب تحرير الرجل. جميل. التمرد، نوع من التمرد، من التمرد وخلاص. إن شاء الله. أنا الحقيقة يعني مش عايز أنتقل أتكلم بقى يعني مش عايز أنتقل للشيخ محمد لأن هم طلبوا مني إن إحنا نخرج فاصل فحيرتقط كلمات في خلال دقائق وبعدين نقول فاصل. أنا عايز أخلي المسألة يعني براحتها. طب خلاص. مش عايزه يتكلم لان الحقيقه يعني الكلام الواحد نفسه ان يعني فان شاء الله يعني الكلام والاستماع للدرس الادبي اللي خدناه من طريقه الاستماع من الشيخ محمد حسان لشيخنا الشيخ محمد مبسوط يعني ما شاء الله تبارك الله يعني هو درس عملي. الله إن شاء الله تعالى نستمع إليه بقى ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا على طاعته دائما وإلى أن نلتقي بعد الفاصل نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب، وإن شاء الله تعالى بعد ما سمعنا الكلام الجميل الدقيق من فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود حول مكانة المرأة وكيف أن الإسلام حفظ لها هذه المكانة، لا نحرم بمزيد إضاءة وإطلالة حول دور المرأة، لا سيما مع الشيخ محمد حسان المعروف عنه يعني ما شاء الله الانتصار بالحق الحمد لله للمرأة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أنا أود أن أقول بأن هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة وأن المرأة في الإسلام رئة معطلة وشق مهملة وبأنها في بيت زوجها في سجن مؤبد وأن إنجابها تكاثر حيواني لا يليق بها كأنثى، أقول إن هؤلاء يعلمون علم اليقين أن المرأة ما كرمت في دين كما كرمت في الإسلام في دين محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يعلمون أنه لا يتحرك الناس إلا لقضية، فهم حاولوا أن يجعلوا للمرأة في الإسلام قضية لا أساس لها. نعم. ولا أصل لها، لأن الناس لا يتحركون إلا لنصرة قضية أو لحرب في قضية معينة. نعم.
فهؤلاء يعني كما يقال ألقوه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، يعلمون أن المرأة عندهم كما تفضل أبو عبد الرحمن المرأة في الغرب مهانة. نعم. المرأة في الغرب مهانة، يتلهى ويستمتع بها وهي شابة حسناء، ثم يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين حين تبلغ السن المعروفة. المرأة في بلاد أوروبا وفي بلاد أمريكا انظر إليها تعمل أعمالا شاقة. نعم. كما يعمل الرجل، لا فرق بينها وبين الرجل. أين الرحمة بالمرأة؟ لقد رأيت بعيني في أمريكا امرأة تعمل في الصباح وأنا خارج من المركز الإسلامي بعد صلاة الفجر بهذا الجهاز الذي يحفر في الأسفلت. سبحان الله. فتعجبت، قلت هذه المرأة في أمريكا؟ قالوا نعم، لا فرق بينها وبين الرجل. المرأة في كل أوروبا، لقد رأيت بعيني وأنا في زيارة للمجر امرأة تلاعب كلبا أكثر من 7 ساعات، وصممت أن أخاطبها وأن أحاورها عن طريق الأخ المترجم، وقلت لها أين أسرتك وأين أولادك حتى تضيع هذا الوقت كله؟ قالت لقد تركني أولادي منذ سنوات طويلة، ولكنهم لا يأتون إلي إلا في كل عام مرة فيما يسمى عندهم احتفالات أعياد الميلاد. قلت هل أتوك هذا العام؟ قالت لي وإنما اكتفوا بالاتصال. هذه المرأة التي يتحدث عنها هؤلاء بأنها مكرمة، انظر إلى المرأة عندنا كما تفضل فضيلة الشيخ، كرمها الإسلام أما، ولا أستطيع أن أستطرد لذكر الأدلة، كرمها الإسلام زوجة. ويكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم في يوم عرفة الذي تحدث فيه عن أركان وأصول هذا الدين لم ينس أن يبين قيمة المرأة ومكانة المرأة، فقال فاتقوا الله في النساء إلى آخر الحديث الذي تفضل به عبد الرحمن. بل وأنا أقف مدهوشا حين يكرم الإسلام المرأة طفلة صغيرة، بنتا صغيرة، لم يقتصر على أن تصل إلى مرحلة الزوجية لتكرم، ولم يكتفي بأن تصل مرحلة الأمومة لتكرم، وإنما كرمها طفلة صغيرة. ففي صحيح البخاري وغير من حديث أم المؤمنين عائشة قالت دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتي وانصرفت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما كان من شأن الأم مع ابنتي، فقال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين، أي من رب ابنتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ثم ألم يقل حبيبنا إنما النساء شقائق الرجال؟ ثم أنا أسأل وأقول استخرج لي من القرآن سورة الرجال، أين موضعها؟ فأين سورة النساء؟ يكرم الله المرأة بصورة في القرآن من أطول صوره فيسميها سورة النساء، أي تكريم أو تشريف. والله لقد بكيت يا أبا عبد الرحمن وأنا أطوف يوما بملابس الإحرام حول بيت الله الحرام حين سمعت مؤذن الحرم الشريف يقول الصلاة على الطفلة، ويتوقف الطواف حول بيت الله جل وعلا للصلاة على طفلة. أي جلال هذا يا شيخ، أي تكريم. فأنا أقول للمرأة المسلمة ارفعي رأسك واعلمي أن هؤلاء يعلمون يقينا أنك مجتمع كامل. نعم. فإن كنت تمنحين المجتمع نصفه فأنت نصف آخر. نعم. أنت أم وأنت زوجة وأنت بنت وأنت أخت وأنت عمة وأنت خالة، أنت مجتمع كامل. يا درة ما شاء الله حفظت بالأمس غالية ما شاء الله، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ لمن أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. تدخل علي فتاة ألمانية في العشرينات من عمرها لتعلن إسلامها، وأنا في زيارة المركز الإسلامي في فرانكفورت، وأنا أسألها
عن سبب إسلامها، فقالت كلمة بديعة يا شيخ محمد، قالت أنا أدخل اليوم الإسلام لأنه دين العفة. الله ما شاء الله ما شاء الله. قلت أنا لا أفهم ماذا تقصدين، فأخبرتني أنها كانت في زيارة لهولندا، وقالت بأنها رأت مجموعة كبيرة من الرجال والنساء في ميدان عام يصفقون ويصرخون ويصفرون. قالت فمن باب حب الاستطلاع اقتربت من هذه الدائرة لأرى ما الذي يحدث بداخلها، فقالت بأنها رأت رجلا يفعل الفاحشة بامرأة أمام هذا المشهد الحيواني البهيمي في أمر يسمونه عندهم بالعرض الحي. تقول فأنا استنكرت ذلك وهي على غير الإسلام، واتصلت بأخت مسلمة ألمانية فسألتها هل يمكن أن يحدث هذا في الإسلام؟ قالت يحرم على المرأة في الإسلام أن يأتيها زوجها في فراش الزوجية على مرأة مسمع من طفل أو طفلة من أطفالها. قالت فوقع الإسلام في قلبي ودخلت الإسلام لأنه دين العفة. فيجب على أخواتنا الفضليات أن يرفعن رؤوسهن لتعانق رؤوسهن كواكب الجوزاء أنهن مسلمات، لأنه ما كرمت المرأة إلا في الإسلام. يا أخي اقرأوا تاريخ المرأة عند اليهود عند الهنود عند الإغريق عند الرومان بل حتى عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. ألم يقرأنا أخوات الفضليات قول رب الأرض والسماوات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فعلى هؤلاء أن يخجلوا وأن يعودوا إلى التاريخ ولازالت صفحاته مفتوحة، ليعلم هؤلاء يقينا إن كان عندهم شيء من العدل والإنصاف أن المرأة في كل شرائع الدنيا وفي كل قوانين الأرض الوضعية مهانة إلا في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا يعني حستأذن فضلتك إن في نقطة أو محور مع الشيخ استكملها معه، بس معنا أيضا أخينا الحبيب الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا دكتور مازن. يا مرحبا الله يحفظكم يا سيادة. حياك الله أخي الحبيب. الله يحفظكم. بارك الله فيك ونفع الله بك. بالسلام على سيادنا ومشايخنا الكبار. الله يحفظك دكتور محمد عبد السلام وسيدنا الشيخ. بارك الله فيك. سيدنا الشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك. الله يحفظكم وأن يبارك فيكم. آمين. وأن ينفع الأمة بكم. آمين يا رب. جزاك الله خير. أحسن الله عليك دكتور مازن. الله يبارك فيكم يا سيادة. أنت من الأحباب يعني الذين لم نلتقي بهم كثيرا ولكن لهم مكانة في القلب بفضل الله عز وجل. أسأل الله أن يستخدمنا وإياك لنصرة هذا الدين. آمين. اللهم أمين. اللهم أمين. ولا نحرم مشاركة منك يا دكتور مازن بارك الله فيك. والله سيدي يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا ما تكلمت حتى أقول شيئا ولا ينبغي أن أقول شيئا بحضرة هؤلاء. زادك الله أدبا. فقد يعني شفوا وكفوا وأتوا على كل ما ينبغي أن يقال. ونسأل الله تعالى أن يديم النفع بهم في كل حال. آمين. آمين. ولكن أردت أن أنضم لهذا الفريق المبارك وأن أسعد بهذه الصحبة الميمونة. بارك الله فيك. فهذا الذي يجب على كل عالم بالحق أن يكثر سواد أهل الحق. ما شاء الله. الله ما شاء الله. وقضية التي تثار الآن مع إني للأسف لم أشرف برؤية الحلقة لأني بعيد عن الـ عن الـ عن البيت. فالقضية التي تثار الآن مسألة السلفية والهجوم الضاري الذي يشنه كثير من الناس عليها، لعل بعض هؤلاء الذين يشنون هذا الهجوم معذورون، فإنهم قد فوجئوا بما لا قبل لهم به. نعم. وما كانوا يحسبون قط مع هذه الركلات الموجعة من النظام البائد لهذا المنهج المبارك الذي هو في الواقع حقيقة الدين. نعم. وهو الدين في صفائه ونقائه بعيدا. نعم. عن كل شائبة. إن شاء الله. ما كان يحسب كثير من هؤلاء الواهمين أن هذا الفكر النقي الصافي قد بلغ من نفوس المسلمين، والحمد لله بفضل هؤلاء الدعاة الأكارم والمشايخ الكبار هذا المبلغ. فهم فوجئوا وصدمهم الموقف، ولذلك صاروا يخبطون خبط عشواء ويتحركون في كل اتجاه حركات غير مفهومة، وصاروا يقولون كلاما لا يوافقهم عليه عاقل قط. وجاء هذا الهجوم في ذلك الوقت كما قلت ليظهر أكثر مزية هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله عز وجل. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فهذه الهجمة ستبين كثيرا من ذلك الوجه المنير الطيب لهذا المنهج المبارك الذي ينبغي على كل مسلم أن يتبعه، لأنه لا هو جماعة ولا هو حزب ولا هو يعني شيء منفصل عن الدين. وهؤلاء في الواقع عندما يزمون السلفية يزمون دين الله عز وجل، فهما لا ينفصلان.
ويعني كما قلت يعني ظنوا بعضهم أنه سيقدر أن يفعل شيئا في وجه السلفية كظن ذلك الرجل الذي أراد أن يقتله الفرزدق، فقال له بعضهم زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. هذا دين الله عز وجل، وهو يدافع عنه ويقيض له أحبابه ويقيض له هؤلاء الكبار حتى يدفعون عنه. فأسأل الله تعالى أن يديم النفع بكم وأن يعظم أجركم وأن يديم بقاءكم ذخرا للإسلام والمسلمين. جزاك الله خير شيخ مازن. صراحة كما قلت لا أجد ما أقوله، يعني فقد أتى المشايخ على كل ما ينبغي أن يقال وشفع، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك ونفع الله بك وزادك الله فضلا وأدبا. ما عرفناك دائما في كلامك ومواقفك إلا بحسن الأدب والخلق، نسأل الله أن يزيننا جميعا بحسن الخلق. أبا أحمد بارك الله فيك، إحنا بنتكلم لازلنا في الحرب المعلنة المسعورة على السلفية، وقلنا أن هي بتاخد مناحي معينة لإشعال نار الفتنة الطائفية بالوقيعة بين الفصائل الإسلامية بإثارة بعض الشبهات، ولكن هناك ملمح بين السطور بمحاولة شديدة للوقيعة بين الدعوة وبين القيادة العسكرية التي وكل إليها أمانة البلد الآن. فباطلاعك بمسؤولياتك عن الأمر، يعني إيه اللي يقال في هذا المقام؟ لا شك ولا ريب أن مصر تمر بمرحلة حرجة، نعم، ويستكثر كثير من أهل الفساد وأهل الظلم ما من الله عز وجل به بفضله ومنه وحده سبحانه على هذا البلد من خير عميم. ولذلك هم يريدون الالتفاف حول هذه الثورة، ولا يريدون أبدا لهذا البلد أن يجني هذه الثمرة التي تهفو إليها النفوس منذ سنوات طويلة. يستكثر هؤلاء أن نتنسم نسيم الحرية، يستكثر هؤلاء أن يقتص من المفسدين ومن الظالمين. والله جل وعلا قل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأنا أقول بداية مصر مستهدفة، وهذا لا أنكره منصف على الإطلاق. وأنا لا أريد أن أطيل النفس في قدر ومكانة هذا البلد، لكن أؤكد أن كثيرا من شبابنا وأن كثيرا من أجيالنا التي ربما وصل أحدهم الآن أو بلغ الأربعين من عمره ربما لا يعرف قيمة هذا البلد وقدر هذا البلد، لأنه نشأ في مدة استشرى فيها الفساد واستشرى فيها الظلم، فعلق اسم هذا البلد في قلبه مرتبطا بهذه الحالة الموجودة، فأصبح لا يعرف قيمة ولا مكانة ولا قدر هذا البلد. فضلا عن أن كثيرا من هؤلاء لا يريد لهذا البلد أن يستفيق، فهم يريدون أن يشعلوا نار فتن متتالية. حاولوا بداية أن يشعلوا نار الفتن الطائفية، وهم يعلمون أنها من أخطر الفتن التي لو اشتعلت نيرانها لدمرت الأخضر واليابس، ولكن الله عز وجل سلم والحمد لله رب العالمين. حاولوا بعد ذلك أن يشعلوا نار فتنة جديدة لا تقل خطرا عن نار الفتنة الطائفية، ألا وهي الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة بين أبناء الدين الواحد، فأشعلوا نار الفتنة بين الصوفية والسلفية. وأرجو الله عز وجل وأقول أيضا بثقة ولكن الله سلم، وانتبهت الأمة إلى خطر هذه الفتنة. لو في اتصال لحرج، لمحت ذلك من ابتسامتك، لو في اتصال لمحت. أصل الكل سعيد الحقيقة. الله يبارك فيك. أظن معنا الأستاذ الفاضل الشيخ علي سعد، صاحب ورئيس قناة الناس، وهو الآن موجود بالمملكة العربية السعودية، ما أعرفش بلغوا الخبر إزاي. هو يتابع. مرحبا بك شيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شيخ محمد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الدكتور؟ شيخنا حبيبنا. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا. إن شاء الله. منورنا منورين اليوم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. والله أنا عندي فرحة لا تصف بكل أمانة، ولا أعرف من وين أبتدي من أشرح الفرحة. ما شاء الله ما شاء الله. أقولها الحمد لله والشكر لله على نصر الثورة في مصر.
الحمد لله. الحمد لله. الجمعة المباركة الليلة اللي أنا أتمتع وكل المسلمين يتمتعوا فيه. بارك الله فيك. بفضل الله عز وجل. والله الحمد. وفي هذه الأيام الجميلة بحول الله وقوته والصحوة الإسلامية. الحمد لله. كذلك بفضلكم بفضل أمثالكم بفضل مشايخ العلم والسنة. الحمد لله. ثاني شيء وجود شيخنا الحبيب اليوم الشيخ محمد حسان الذي على قناة الناس الذي أعرف ومتأكد ماذا يكل قناة الناس في قلبه. إن شاء الله. ويعلم الله يعلم الله العلي القدير كم أنا نفسي شخصيا أكل له من حب ومن تقدير وأشكر على استضافتي في بيته واستقباله لي. وأنا والله العظيم إني يعني لا أجد أي كلمات أو معبر أنا أعبر على هذا الوجود. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير يا أستاذ علي. ربنا يبارك فيك. الله يطول عمرك وإن شاء الله نسأل الله أن يديم هذا الحب ونسأل الله العلي القدير أن يمن الله عز وجل على مصر وشعبها بالمن والإيمان آمين. والاستقرار آمين. بحول الله وقوته. ولمن أراد كيد لهذا البلاد الطاهر آمين. أن يكيد أن يرد كيده في نحره. آمين يا رب. بحول الله وقوته. آمين. أما الثاني أما السلفية اللي يتكلموا عن السلفية والله أنا ابنكم طبعا لا لي أنا أوضح نفع الله بك تصبحوا أنتم الله يبارك فيك. لكن لا أعرف لماذا تسمى السلفية. هل هي منهج الأنبياء والمرسلين؟ صلى الله عليه. وأغلبية الناس للأسف الشديد وللأسف الشديد أنه يعارض يقول السلفية لا يعرف ماذا السلفية ولا يعرف ماذا المنهج ولا ولكن معاه من سمع في الشارع زي ما تفضل الشيخ محمد حسان 40 سنة في البلد لا يعرف ايش المصير. وفي بعض الناس لا يعرف عن دينه. نعم. ولكن لو تاملوا بفضلكم بفضلكم بفضل مشايخنا الطيبين والمحترمين الذي الحمد لله والشكر لله الذي الان نشوفهم على الشاشات دون قيد او شرط ان يعلموا لمن اراد ان يتعلم. نعم. لمن اراد. نعم. اما اللي لا يريد عاد لا حول له ولا قوه يعني لا حول له ولا قوه. ونتمنى لكم إن شاء الله أنا لا أطيل عليكم وأنا مستمتع مع الناس اللي قاعدين. بارك الله فيك. أتمنى لكم التوفيق. وأتمنى لكم في كل لحظة وتوفيق دعوة من كل المسلمين إن الله ينصركم وإن الله يوفقكم وإن الله ينشر دينه على وكتابه بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير شيخ علي وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. كلمات طيبة يعني تفوح بالصدق والإخلاص. نسأل الله أن يبارك وفي الجميع وأن ينفع بالجميع. شيخنا نستكمل أبو أحمد الله يبارك فيك. ثم حاولوا إشعال نار الفتنة بين أبناء الدين الواحد بين الصوفية والسلفية والحمد لله أرجو الله عز وجل أن أكون يعني واثقا من أن الله سبحانه وتعالى قد أطفأ أيضا هذه النار وظهر صوت الحكمة وصوت العقل من الطرفين ولله الحمد والمنة. لكنهم يريدون الآن أن يشعلوا نار فتنة خبيثة. نعم. وخطيرة. نعم. بين أبناء الشعب بصفة عامة. نعم. وبين أبناء القوة المسلحة. نعم. وأنا أقول بإذن الله تعالى هذا الجيش الذي وقف هذا الموقف المشرف من أول أيام الثورة وكان بفضل الله تبارك وتعالى محافظا على هذه الثورة وعلى منجزاتها وراعيا لها بل وداعما لها وهو الآن يقوم بدور كبير جدا وبعض أحبابنا وروح الشباب والحماس الجميل قد يستبطئ عمل المجلس الأعلى في هذه التركة الضخمة الثقيلة. لكنني أقول لا يمكن أبدا أن يتم التغيير دفعة واحدة وإنما لابد أن يكون التغيير تدريجيا وهذه سنة. نعم. الله في كونه. نعم. التدرج سنة من سنن الله الثابتة. سبحان. ولذلك أنا مع كثير من أهل الفضل ممن يطالبون بأن نعطي المجلس الأعلى مهلة ووقتا كافيا ونشد على يد إخواننا وأبائنا في المجلس الأعلى القوات المسلحة ببذل مزيد من الجهد وأنا أعلم قيمة الجهد المبذول فعلا أعلم قيمة الجهد المبذول فعلا لكن أرجو أن نمنحهم وقتا كافيا وأن نمنحهم فرصة ليعملوا ومن وجد منا خللا أو نقصا فليسد هذا الخلل وليسد. نعم. هذا النقص دون وقيعة ودون إغار للصدور ودون إحداث فتنة لا تحتملها البلد على الإطلاق لا في هذا الوقت ولا بعد هذا الوقت. فأنا أشد على أيدي إخواننا في المجلس الأعلى وأقول أسأل الله لكم مزيدا من التوفيق ومن التسديد وأخاطب شعبنا الذكي العبقري الألمعي حذاري أن يوقع أحد بينكم
وبين أبنائنا وإخواننا من أبناء القوات المسلحة، وامنحوهم الفرصة، ومن رأى منكم نقصا فليسد هذا النقص من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وندعو الله عز وجل لهم بمزيد من التوفيق والسداد إلى أن يؤدوا الأمانة كاملة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. أنا أعرف أن الجعبة فيها، ولكن الاقتضاب لسببين إن شاء الله. شيخنا بارك الله فيك، حضرتك تعرضت في ثنايا الكلام إلى كيف نقدم أنفسنا للناس، أو كيف نقدم الدعوة إلى الناس، وذكرت حضرتك مسألة حسن الخلق الذي يمثل الدين. فعايزين بعد إذن حضرتك مزيد من التفصيل، لأننا محتاجين فعلا أن احنا كيف نقدم أنفسنا. جميل جدا، سؤال جميل. بارك الله فيك. الله يبارك. أقول بالله التوفيق، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث عمل عندي إشكالا في بداية الالتزام، لكن ليس هذا محله الآن. المهم أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وبين أن الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان، كما روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. كذلك سئل صلى الله عليه وسلم وأيضا في سنة الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. صلى الله عليه وسلم. الفم والفرج. كذلك في سنن الترمذي بإسناد صحيح، وده حديث من في غاية الأهمية، أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الإمام الشوكاني رحمه الله له تعليق جميل على هذا الحديث، قال من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا، وإن كان في الجانب الآخر من سوء الخلق فهو في الجانب الآخر من الشر. وإن مزية ترتبط بالإيمان هذا الارتباط لحرية بأن تطمح إليها نفوس الراغبين في الخير. وأما قوله وخياركم خياركم لنسائهم، ذلك لأن النساء هن الأحقاء بالبشر والملاطفة وحسن الخلق. وترى كثيرا من الرجال يقع في هذه الورطة. إيه بقى الورطة دي؟ إذا لقي امرأته كان أشجع الناس نفسا، أسد، وأشحهم وأقلهم خيرا وأكثرهم شرا. فإذا لقي غيرها من الأجانب جادت نفسه وانبسطت أخلاقه ولانت عريكته وكثر خيره، ولا شك أن من فعل ذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الصراط. يبقى إذن أريد أن أقول النموذج بتاع السيد ده ليس موجودا في الإسلام. ليس موجودا في الإسلام. حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما ابن عباس يقول إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ثم تلا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني شوف نفسية عالم رباني حبر الأمة حتى في كأنه يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يتمتع بالأخلاق الفاضلة إن أراد أن يسلك مسلك الدعوة، وهو سالك مسلك الدعوة على كل حال، ما دام قد أعلن بلحيته أنه رجل من التيار الإسلامي فليعلم أنه مراقب في تصرفاته، مراقب في تصرفاته. فينبغي عليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى التحلي بها، وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أهم هذه الأخلاق الحسنة الصبر. الصبر، عمر رضي الله تعالى عنه يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجاء ناس من الأنصار فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم
حديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لابد أن نعلم أن كل شيء بقدر، حتى شوف في أعداء الأنبياء فضلا عن أعداء أتباع الأنبياء، يقول عز وجل في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، شياطين الجن توحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم والعياذ بالله، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني كل شيء تحت السيطرة وكل شيء بقدره، وكذلك جعلنا فكل شيء تحت السيطرة. وما لماذا شاء الله عز وجل أن يكون هذا؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فإن كان الأمر كذلك، علينا أن نقدم النموذج الطيب الطاهر الذي يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رائدنا فيه. تصور أنه يضرب عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يأتيه ملك الجبال، يأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، يقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج منهم رجلا يوحد الله تعالى. نحن نريد أن نوسع صدورنا، ونريد أن نقابل الإساءة بالإحسان. أنا ذكرت في الآية اللي هي إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلين، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. أنا أوجه إلى سؤال من أحد المذيع فاضل، يعني قال أنتم يقال عنكم الآن الأسد الجريح، متى كنا أسودا على قومنا؟ سبحان الله، متى كنا أسودا على قومنا؟ والله عز وجل يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. فأنا أريد أن أقول في النهاية، لنضع هذه الآية أمام أعيننا التي ورد في سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب، هذه الهجمة طبعا لها إيه؟ محرك من الخارج. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طبعا هم بقى إيه عشان يعملوا كده؟ حملات ضارية، لا تبلون ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعود لآية البقرة، فاعفوا واصفحوا. لا إله إلا الله، وهذه الآية ليست منسوخة. نعم. هذا من قبيل المنسوخ، ومن شاء فليراجع كتاب الصارم المسدول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وليراجع كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. نعم. بان أن هذه الآيات نزلت في ظروف معينة، متى وجدت هذه الظروف لابد من تفعيل هذه الآيات. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. سبحانه. أنا أقول للإخواني، يعني المسلمون الملتزمون ليسوا فتوات، من أساء إليهم ضربوه. وأكرر أنني تأثرت جدا بالكلمة التي سمعتها من الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرفع درجته في الجنة. آمين. كان بيشرح كتاب المستصفى في أصول الفقه في مسجد منشية البكري، فكان بيقول لو أن رجلا هاجم دينك تضربه بمطوى تقذفه بطوبة يبقى أنت خذلت الإسلام. الله أكبر. لكن البراهين البرهان، نعم، وأيضا في هذا المقام تذكرت كلام ابن حزم رحمه الله، إن هو لما بيقول إيه في تأويل قوله تعالى في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ابن حزم ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين
من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة وقد تغلب العساكر الكبار. فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى، ولكن الحجة الصحيحة ليست كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفين أبدا. أنت كي تقوم بهذه الحجة لا تدخل مسائل فرعية ومعارك جانبية لألا تؤثر على هذه الحجة ووضوحها ونصوحها، ولا تكن أنت أيضا عائقا في إيصال دعوتك إلى الناس. ممكن أحد يدعو الناس لكن هو سلوكيات والعياذ بالله زي الزفت، نسأل الله السلامة والعافية. والشاعر يقول: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتية. يعني كأنه أخذ هذا من قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالحاصل إن إحنا عندنا قواعد مستقاة من الكتاب والسنة، هذه القواعد لابد أن نضبط أنفسنا عليها وألا يستخفنا الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وأذكر بقول الله تعالى في سورة المائدة: قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه بقى؟ إني أخاف الله رب العالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله نعم. الله بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إذا نستطيع أن نقول أن رسالة لكل مسلم: إن أردت أن تؤدي حقا لله عليك أن تعرض دينك للآخرين بالأصل الذي جمع الدين كله وهو حسن الخلق. والدعوة التي يطلبها الأحباب في كل مكان لتوحيد الصف، أول مقومات التوحيد هو هذا البيان العملي بحسن الخلق. وإن كنا لا نحرم يعني إلقاء ضوء على مسألة توحيد الصف وأهميتها وضروريتها في هذه المرحلة من أبي أحمد حفظه الله تعالى. بعد هذا الكلام البديع لأبي عبد الرحمن أؤكد أن الحق معنا الحمد لله، وأن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد للحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه بكل أسف يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية ولنزداد انعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا متفلتا من أخلاق هذا الدين. وهنا سيزداد الناس بغضا للحق الذي معنا حتى ونحن في طريقنا للزود عن هذا الحق. سبحان الله. إذن القضية كما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا تقتضي منا ابتداء يا أبا أحمد أن نعلم أننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإن لم يكن أهل الفضل وأهل العلم كما تفضل الشيخ على بصيرة بمفاتيح هذه النفوس البشرية لن يصبروا أغوارها ولن يتغلغلوا أبدا إلى أعماقها ليسمعوها عن الحق بحق. فالأمر يقتضي ابتداء أن نكون على بصيرة بمقومات وأصول هذا المنهج الرباني والنبوي. هذا المنهج مقوماته يا أبا أحمد لم تترك للدعاة مهما على كعبهم، لأن الله لم يتركها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحددها بنفسه، وإنما حددها له ربه جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو الآية اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل قولا لين الآية. هذه مقومات للمنهج الدعوي. إذن الأمر يحتاج ابتداء أن نعلم يقينا مع من نتعامل، والأمر لابد أن نكون على بصيرة أن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشهم دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، بل صدورهم تتسع لجهل الآخرين ولأخطاء الآخرين، كما علمنا المعلم الكبير والإمام الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقف متأثرا جدا لحديث سلمة بن صخر الأنصاري، وهو عند أصحاب السنن بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، صححه بمجموع طرقه. حينما ظاهر من امرأتي في نهار رمضان، أتى امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها وقال الحق بأهلك، فاستيقظ أو قال ذهب إلى أهلي وقال اذهبوا أو انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليهم قالوا اذهب أنت فإنا نخشى أن نأتي معك فتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فنعير بها أبد الدهر، ورفضوا. يقول فانطلق سلم رضوان الله عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له النبي أنت بذاك أنت اللي عملت العملية الكبيرة دي، صلى الله عليه وسلم. أتيت امرأتك في نهار رمضان ثم ظهرت منها، أنت بذاك؟ قال أنا بذاك. فقال له عليه الصلاة والسلام أنت بذاك؟ قال أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قال أنا بذاك. وأنا صابر لحكم الله فأمض في حكم الله يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال فضرب على صفحة رقبتي وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيره. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل حدث ما حدث رسول الله إلا في الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق لا يوجد بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيتي، وأقسم أنه بات مع أسرتي بدون عشاء. فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق وهم أهله، وقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفعوا لي الصدقة، ف أطعمها أطعم منها وأطعم منها أهلك. فرجع سلمة بقى وده الشاهد بيقول لقومي إيه يا قوم والله لقد وجدت عندكم سوء الرأي ووجدت عند رسول الله الرحمة والبركة صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنهج. نعم. ثم كما تفضل الشيخ أن نحول نحن، أسأل الله أن يرزقنا الصدق، هذا المنهج الرباني والنبوي الرقراق إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، إلا يوم أن نجح بأبي وأمي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي الرباني والنبوي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا الإسلام في دنيا الناس إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وعظمة وصدقا ووفاء وإخلاصا وحركة وعملا وبناء. فاندهش الأعداء قبل الأتباع، وعلموا أن الله ما أنزل هذا المنهج ليظل حبيس الأدراج، وإنما ليحول على أرض الواقع إلى منهج حياة. ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أحبتي في الله، الـ يبدو أن موضوع وحدة الصف شيخنا موضوع كبير ويحتاج لوقت أطول، يعني بيقولوا لي الوقت حلقات، يطلبوا حلقات، فيبدو أن هنضطر نفسح له حلقة على الأقل، لأن هناك طبعا طابور انتظار لمداخلات. فنستأذنكم أن يعني نستقبل بعض من الكلمات، لأن من زمان عمالين يعني فالكلام الحقيقة، إنما تفضل. السلام عليكم أخي عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي عماد. الله يبارك فيك. مرحب بك ومرحبا بالكوكبة الطيبة. يعني يكاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكاد الإنسان يطير فرحا وسعادة الحمد لله ب
برؤية حضرتك وطبعا فضيلة الدكتور شيخنا الفاضل الدكتور محمد عبد المقصود، ربنا يبارك فيه وقدر يده وجبينه وقدمه والله بإذن الله. وبرحب بفضيلة الشيخ محمد حسان وبارك الله فيكم، وأطلب طلب من فضيلة الشيخ محمد حسان، تساؤل وطلب، ماذا عن منبر الختمة؟ وأرجوك أستحلفك بالله أن تؤازر أهلها، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علم عنه إلا ذلك بفضل الله عز وجل. في تعليق حضرتك ولا؟ أنا بس أؤكد بفضل الله تبارك وتعالى أنه منذ أن عاد البث المباشر في أول ليلة على لقناة الرحمة وشرفني الله عز وجل بالظهور لم أنسى الحكمة. جزاك الله خير. بفضل الله، وهذه الحلقة مسجلة، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يعيد للحكمة نورها، وقلت وأنا أول من أعلن استعدادي لمساندة ومؤازرة الحكمة، ودعوت المسلمين إلى ذلك، وأنا لازلت أؤكد هذا، والحلقة بفضل الله مسجلة، وأنا مستعد وأنا خادم. عادت قناة الحكمة اليوم، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، بشترك الله بالخير، بارك الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، آمين، وأن يعني يؤلف بين هذه القنوات لنصرة هذا الدين. آمين. تفضل. السلام عليكم أخي شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي شريف، ومرحبا أخواننا جميعا من العريش القاهرة. طبعا من القاهرة. مرحبا يا أخي شريف، تفضل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع قدر مشايخنا الأفاضل وأن ينفع بكم الأمة. آمين يا رب. غير أن كلامي خير خارج نطاق الحلقة يعني. والله يا شيخ، الموضوع باختصار شديد أنه بسبب علبة سجائر أن هناك مجزرة بشرية تقع الآن في مدينة العريش ملء السمع والبصر، ما بين الصعايدة المقيمين بالعريش وعائلة الكاشف، أحد أكبر العائلات الموجودة بالعريش، راح على أثرها أكثر من 4 أشخاص حتى الآن، والبقية تأتي. فأقسم بالله إن ابن عم زوجتي وهو من عائلة الكاشف ما بين الحياة والموت، ولا أدري في هذه اللحظة هو على قيد الحياة أم فارقها. نريد منكم نداء واستغاثة حقنا لدماء المسلمين، لأن الموضوع خرج عن نطاق السيطرة بصراحة. لا حول ولا قوة. فجزاكم الله خير الجزاء، نرجو منكم نداء واستغاثة حقنا للدماء، لأن يعني أصبحت دماء المسلمين رخيصة جدا في هذه الأيام. لا حول ولا قوة. فأرجو من شيخنا الشيخ محمد حسان وشيخنا العلامة الشيخ محمد مبسوط أن يوجهوا نداء ولسان الأهل العريش بضبط النفس يعني. جزاك الله خير. تفضل يا شيخنا كده. تفضل شيخ محمد. والله أنا بعد إذن فضيلة الشيخ يعني أخاطب أهلنا في العريش، وأنا أعلم أنهم من أصحاب المروءة ومن أصحاب الشهامة، أخاطبهم وأقول لهم: من منكم يريد أن يتحمل هذا الوعيد الذي يخلع القلوب في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يتحمل هذا الوعيد الشديد الذي لا أجد له نظيرا في القرآن الكريم كله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأنا أناشد الآن آباءنا الأفاضل أصحاب المروءة وأصحاب الشهامة والرجولة أن يحقنوا هذه الدماء مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب. فلنجلس حتى في المجالس العرفية بشرط أن يجلس بينهم رجل من أهل العلم والفضل ليضبط هذا المجلس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا مستعد أنا وأبي عبد الرحمن والدكتور محمد يعني إن استدعى الأمر أن نسافر إليهم، إن رتب إخواننا ذلك، ونجلس بين هاتين القبيلتين والعائلتين للصلح إن شاء الله تعالى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عرض بفضل الله عز وجل، وكما تفضل فضيلة الشيخ محمد مقصود قال مسافر، وطبعا إحنا نسعد بذلك أن يكون لنا إن شاء الله باع أو جهد في حقن هذه الدماء. أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين حيثما كان. آمين يا رب. آمين. مرحبا يا شيخ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ مصطفى الأزهري، مرحبا بك يا شيخ مصطفى. يا مرحبا علماءنا وأكابر الأمة. الله يبارك فيك. يا مرحبا بكم. الله يبارك فيك. حياك الله يا شيخ مصطفى.
فضيلة الدكتور محمد عبد السلام الذي يعني أضاء الله وجهه بهذه اللحية البيضاء الجميلة. الله يبارك فيك. وفقيه مصر فضيلة الدكتور محمد عبد المبسوط. لا 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 لا. وشيخنا الإمام الشيخ محمد حسان. ما شاء الله. وإن كان الوقت ليس وقت ضحى فهي جلسة في الضحى بين العمائم واللحى. ما شاء الله. وهذه رسالة عاجلة للذين يعني يشغبون على السلفية وأهلها. ما شاء الله. هذه الوجوه التي بإذن الله تبارك وتعالى ستضيء الأمة وطريقها إلى الله رب العالمين والدار الآخرة. مشايخي الكرام، اسمحوا لي في عجالة يعني سريعة أقول لكم: الناس نور الله مجلسها، الناس نور الله مجلسها بفقيه مصر والمقصود بالعلم وابن حسان أدام الله دعوته في رحمة وبلين القول والحلم. ما شاء الله. هم كالنجوم إذا ما أقبلت فتن، هم قدوة الأحوال والأفعال والكلم. ما شاء الله. فاهنأ بهم عبد السلام وقل لهم: الله أحيا بهم قلبي من العدم. الحمد لله. وحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفد ربيكم وأنتم رجال هذه المرحلة الحساسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بكم وأن يأخذ بأيديكم الأمة كلها إلى سبيل الرشاد. وجزاكم الله خيرا وأهلا وسهلا بحضرتك. جزاك الله خير شيخ مصطفى، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. معلش اسمح لي. تفضل يا شيخ. أنا يعني طريقة الثناء هذه ليست طريقة أهل السنة، جزاك الله خير شيخ مصطفى مع احترامي، لكن لابد من أن إيه من التنبيه. أولا غلو، أنا لست فقيها مصر وأنا لست إماما ولست السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللهم جل وعلا. لأن التقوى، وبما أن التقوى في الصدور، التقوى ها هنا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: التقوى ها هنا. نعم. فلو أننا زعمنا أننا نطلع على ما في القلوب لا يوقعنا في الكذب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذه الأعمال لها شق ظاهر وهو ما ترونه الآن، لكن لها شق باطن لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل خالق القلوب. فربما كانت النية، أعوذ بالله من الانحراف في النوايا، ونسأله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. لكن هو مطلع، إن كان العمل صالحا سيقبله عز وجل، وإن كانت الأخرى فنرجو منه عز وجل أن يغفر لنا وأن يوفقنا في مرة قادمة لأن نخلص النية له سبحانه وتعالى. كما تعلم فضلتك، ردي في المسألة دي أن يعني الكل يقول بما يظن، والله حسبنا جميعا. لا 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 لا، وأنت لا، لا ينبغي أن نتمادح هكذا. لا لا لا، لا لا لا، هذا خلاف يعني منهج أهل السنة. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. أحثوا التراب في وجوه المداحين. مرحبا يا أخت آلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم ليسوا كذلك يا شيخ، هم ليسوا من هنا. ارفع صوتك معلش يا أخت آلاء، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، وحيا الله فضيلة الشيخ محمد حسان. بارك الله فيك. بارك الله فيكم مشايخنا الأفاضل، ورعاكم الله برعايته، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من علمكم وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم مع إمام السلف وقائد السلفيين. فأما عن الدين بوجه عام والسلفيين بوجه خاص، فأقول لهؤلاء: لو حورب منهج ودين بقدر ما حورب منهج السلفية ودين الإسلام لسقط الجميع، ولعلت راية المنهج السلفي وعلى دين الإسلام يقينا. أما عن المغتاصين من السلفيين، أقول لهم قول الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ولا يتعب هؤلاء الآن إلا أن الناس انقادوا للسلفيين وأحبوهم لله وفي الله، فلا يقدم أي شخص الآن على فعل أي شيء قل أو كثر إلا بالسؤال من عالم أو داعية يتقي الله عز وجل. فهؤلاء يريدوننا أن نأخذ منهم ديننا وأن نستشيرهم عن أي شيء، ولكن هيهات هيهات، فما يظهر منهم الآن قليل جدا، والكثير عن أحقادهم في صدورهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا دعاتنا وأن يبارك في أعمارهم على طاعته وأن يجمعنا بهم. جزاك الله خير جزاك الله خير أختي آلاء وعلى كلامك الطيب المبارك. ومعنا الأخت إيمان، مرحبا بك أخت إيمان، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمائنا الأذلاء وحفظكم لأمتنا. أمين يا رب، جزاك الله خير. جزانا وإياكم شيخانا. شيخانا أنا كنت يعني عايزة أنبه لنقطتين هامتين. تفضلي. النقطة الأولى إني يعني أرجو من علمائنا ومشايخنا أن ينبهوا أو يوعوا المسلمين أو الشعب عموما على الفتنة أو الواقعة اللي بتحدث بين الجيش والشعب. هذا مخطط كبير وليس الحزب الوطني وحده ولكن من أعداء الإسلام. جزاك الله خير. هو تكلمنا عنها الثانية، بارك الله فيك. يبدو أن الاتصال انقطع. بارك الله فيك يا أخت إيمان. الأخ أمين من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يعطيكم عنا خير الجزاء على فتح هذا الموضوع. وأريد أن أعقد وأقول بأن السلفية وأن منهج الإسلام هو دين الحق، وما يدل على ذلك يعني ظهوره يعني في الساحات وظهوره في الشاشات وإقبال الناس عليه بكل حب ويعني واشتياق. وأريد أن أسأل شيخي الكريمين عن سؤال إن سمح لي. تفضل. نعم. بارك الله فيك. أريد أن أسألهم يعني عن هذا التناحر الذي يحدث بين أبناء السلفية نفسهم، يعني من في منهم من يقولون هذا جرح وتعديل أو إلى آخر هذه المسميات التي خرجت علينا بين أبناء الطائفة نفسها أو أبناء هذا المنهج المبارك. ثم لدي عتب بسيط على بعض المشايخ في هذه الأحداث التي نمر بها في ليبيا. نكاد لا نسمع يعني الصوت الدعوي أو حتى تويعات قليلة يفرغوها لنا على الأحداث التي تجري في ليبيا، فنحن متعطشون إلى سماع صوت الدعاة قال الله وقال رسوله، ولا نسمع إلا نداء السياسيين ويعني الذين يتعلقون بالسياسة. جزاك الله خير يا أخ أيمن، بارك الله فيك. هو يعني بالنسبة للنقطة الأولى احنا يا ذكرنا ان هنخصص لها ان شاء الله لقاء للكلام عن جامع الصف. اما بالنسبة للنقطة الثانية فهي ايضا كانت مطروحة للكلام عن الانتهاكات ووضع اخواننا في ليبيا، ولكن وقت البرنامج مر بنا، واحنا ندعو الله عز وجل ان يحقن دماء المسلمين ودماء اخواننا واخواتنا في ليبيا، وان يرفع عنهم الظلم، وأن يتولى إقصاء هذا الظالم الذي يغشم على صدورهم. وإن شاء الله تعالى يكون في اللقاء المقبل فسحة لأن نخصص كلاما دعويا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ما يدور هناك. أريد أن أؤكد أيضا لأخينا بأنني بفضل الله عز وجل وكثيرا من إخواننا قد تكلموا في قضية ليبيا. نعم. ولم نتركها أبدا ولم نعم. نتجاهلها ولم نغفل عنها، فإن لم يكن ربنا تبارك وتعالى قد قدر لأخي الحبيب أن يسمع، لكن أؤكد له أننا تحدثنا بفضل الله ولا ليس معنى ذلك أن نتوقف، بل الأمر يحتاج أيضا إلى مزيد من الحديث. الله خير. في تعليق حاجتك بالنسبة لله. أنا والله أنا دائما ما أدعو لإخواني في ليبيا أن ينصرهم الله عز وجل على هذا الطاغية. آمين. لأنه صار أن رجلا يضرب نعم. شعبه بالطائرات والصواريخ ويستأجر لهم مرتزقة ليضربوهم ليقتلوهم. أسأل الله أن ينصرهم نصر من الظلم. نحن ندعو لهم دائما ونذكر قضيتهم في خطبنا. نعم. لكن ربما أغفلنا ذكر القضية في الحلقة. في الحلقة. نعم. لضيق الوقت. نعم. مرحبا أخي أبو معاذ. السلام عليكم. الأخ أبو معاذ من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد عبد السلام. يا مرحبا. مرحبا بالشيخين الكريمين. بارك الله فيك. حياك الله. جزاهم الله خيرا. بارك ونفع الله, الله بهم الأمة. آمين. هذا المشهد يعني نحتاج أن نراه كثيرا. أهل العلم يجلسون مع بعض بمحبة بكل محبة وبكل رحمة وبكل تواضع وخفض جناح، وهذا هو الذي نحتاج أن نراه من أهل العلم. نعم. وهذا المشهد يذكرني بمشهد كان في مسجد السلام.
تفكر قريش، كان الشيخ محمد حسان له قطبة في السويس، فتأخر عن القطبة فجاء قطع الاتصال قدر الله ما شاء. الشيخ محمد داخل فأعلم بدخول بوجود الشيخ محمد حسان بين الوجود بين الحضور، فقال الشيخ يشرفني بالحضور فضيلة الشيخ محمد حسان، وما كان لي أبدا أن أتقدم بين يديه، وأقسم بالله ألا يصعد المنبر في الشيخ محمد حسان. وصعد الشيخ محمد حسان وخطب خطبة على ما أذكر شباب كأس العالم وشباب علم العالم. وجلس الشيخ محمد المقصود يستمع إلى أخيه بخطبة بديعة، وكان يستمع والله كنت أنظر إليه وأراقبه وهو يعني يستمع للشيخ والله، وكان يبكي يبكي من كلام الشيخ محمد حسان. فهذا هو حال أهل العلم، المحبة والتراحم والتأثير. ماشي حاجة. العلم رحم بين أهلي، أبناء منهج واحد لا يبدع بعضهم بعضا ولا يتكلم بعضهم في بعض، وإنما هذا هو الذي ينبغي أن نراه من حال أهل العلم المتكلمين المنهج السلفي الذين يدعون إلى الله عز وجل على منهج واحد. هذا هو الذي يحتاج أن نراه، ونرجو منكم أن نراه كثيرا 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 إن شاء الله حتى يعني تطمئن النفوس إن شاء الله تعالى هذا المنهج إن شاء الله. طيب الله. جزاك الله خير أخي الكريم أبو معاذ، وجزاك الله خيرا على ما ذكرت من يبدو أنه من المعادي بوادر لا من منصور منصورة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الحمد لله جلسة بفضل الله عز وجل يعني تفوح بالبركات بفضل الله عز وجل. معلش الاتصالات يعني الأخت شريفة من أكتوبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم وسدد الله خطاكم. آمين يا رب. ووفقكم الله، والله القلب يسعد عندما يسمعكم وعندما يشاهد الشيخ محمد حسان على قناة الناس يفرح لهذه الألفة بين القنوات وبين العلماء، والله القلب يفرح والعين تبكي عندما تراكم وتسمعكم. وبشكر ربنا وأقسم بالله أكثر من السجود لله شكرا. أنا عندما وفقني للتوبة والعودة إلى الله أن سلكت الطريق الصحيح وسلكت طريق منهج السلفية، وجزاكم الله خيرا. وأستحلفكم بالله أن تدعوا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كلمات رقيقة من قلب المستشعر من السعادة. نعم. يعني كنت أظن أن معنا فسحة من الوقت، فإذا بالوقت كأنه يعني الفجر هيأذن نسمة مرت علينا هكذا ببركة اللقاء وببركة. أنا لو تسمح لي أبا عبد الرحمن وأبا أحمد، أنا أقترح الآن اقتراحا على الهواء. خلينا على هواء جميل ده. أرجو من يعني أخي وإخواننا في الحكمة أن يرتبوا لقاء لنا على الهواء في الحكمة. ما شاء الله، جزاك الله خير. ما شاء الله، لتكون أيضا بداية عملية. جزاك الله خير. وأسأل الله عز وجل بقى ولا ازاي بقى انت تدير بقى اللقاء ويبقى وسام معانا وخلاص ضيف ان شاء الله. نريد ايضا الدكتور صافت حجازي معنا ان شاء الله. يبقى جميل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ينفع بكم جميعا. ربنا يحفظك ويرضى ويرضى عنكم جميعا. ايه الاخبار يا حمدي؟ الاخبار بقول لك اختم يا ملاك من نختم انا مش عايز الحقيقة وانت كمان ولكن التزاما بقى بالترتيب والنظام. يعني لا ننسى ان نشكر لاخينا الحبيب الشيخ مصطفى البصراطي. نعم. الذي يعني اثرنا واتاح لنا وقته لنا في برنامجه لنكمل حلقه. جزاه الله خير. جزاه الله خير. يعني الحقيقه انا ابشر نفسي وابشر اخواني واخواتي جميعا بان الخير قادم إن شاء الله تعالى. بإذن الله. والمتأمل والمدقق لما يدور يجد الجميع بفضل الله عز وجل، إلا من شذ وهذا لا اعتبار له، يجد الجميع ينطلق في اتجاه واحد حتى وإن تحرك كل على حدة، فنرى الالتقاء في الهدف والوجهة قائم. وإن شاء الله تعالى الالتقاء بالمحبة والتآخي والأبدان مع القلوب إن شاء الله قائم، ومع مزيد ومع تكرار بفضل الله عز وجل سنرى هذا الخير والفيض من الله عز وجل يهل علينا، لنرى الأمل الذي يعني يحبو إلى قلوبنا، ونأمل في الله عز وجل ألا يقبضنا قبل أن نراه في تمكين هذه الأمة.
أسأل الله جل في علاه أن ييسر لهذه الأمة عودا حميدا إلى ربها، وأن يولي هذه الأمة خيارها، وألا يولي أمورها شرارها، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذه المحبة في جنات النعيم مع إمام المحبين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إخوانا متحبين على سرر متقابلين إلى ربهم ناظرين. ثم الشكر لله جل في علاه أولا وأخيرا، ثم لأستاذي وشيخي فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى، وأخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى ونفع الله بهم الأمة. وإلى أن نلتقي دائما على خير ومحبة، أستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.